يا مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده، حلقه نهايه الاسبوع. قبل ما ننهي الاسبوع نختمه فعليا بمواجهه الاهلي والحرس عوده مره ثانيه لاستئناف مشوارنا في بطوله الدوري. نرجو انها تكون بدايه موفقه بعيدا عن المطبات او المفاجات. الاهلي خد فتره راحه كويسه، الحاله المعنويه اعتقد في اعلى مستوياتها بعد التتويج ببطوله افريقيا وتحقيق كل الالقاب، كل البطولات والالقاب اللي خاضها النادي الاهلي الموسم ده. نجح تحت قياده مارسيل كولر ان هو يكسبها، ويبقى التحدي الاهم او المهم فيما تبقى من الموسم هو تحدي بطوله الدوري اللي الاهلي الحقيقه عنده افضليه كبيره جدا. المهم هو كيف نستغل هذه الافضليه بدايه من مباراه بكره امام حرس الحدود، وخصوصا انه عندنا لقاءات جماهيريه. خد بالك الاهلي فيما تبقى ليه من مباريات في عمر الدوري عنده لقاءات، نتمنى انه الاهلي ياخدها بدون ضغوط، بدون توترات، بدون حساسيات، عشان نلعب فيها كره حلوه ونمتع الجماهير اللي تستاهل جزء كبير من المتعه في موسم الحقيقه ناجح بدرجه كبيره جدا. النهارده في حلقتنا بما انه العالمي كله بيفنش، او العالمي كله فنش بالفعل، احنا بنتكلم طبعا على انتهاء الموسم في تقريبا اغلب واهم دوريات العالم كله، فبالتالي مفيش كلام غير على موسم الانتقالات. ويبدو انه الموسم اوروبيا فاتر، يعني مفيش صفقات من العيار الثقيل. صحيح في نجوم وفي مفاوضات ما زالت مستمره وفي صفقات حسمت بالفعل، لكن يبدو ان السخونه كلها الحقيقه جنبنا هنا عند الاشقاء في السعوديه اللي ما زالت عروضهم بتنهال على نجوم اوروبا، في منهم كتير طبعا وافق على الانتقال للدوري السعودي، ابرزهم طبعا بكلم طبعا على الصفقات اللي حصلت او انتهت مؤخرا زي كريم بنزيما، زي نجولو كانتي. كلام ما زال مستمر بقى عن سون توتنهام، كلام مستمر عن سيرجيو راموس، كلام مستمر عن دي ماريا، كلام مستمر عن ويلفريد زاها وغيرهم من الاسماء، ومنهم اللي رفضوا طبعا بشكل قاطع الانتقال للدوري السعودي وفضلوا ان هم يستمروا في اوروبا. هل القصه قصه اسماء؟ وهل اللعيبه اللي انتقلت بالفعل الدوري السعودي قادره انها تغير او ترفع من مستوى الدوري اللي خلينا يعني نعترف كلمه حق انه بالفعل واحد من اقوى الدوريات في اسيا وممكن تقول كمان في المنطقه العربيه؟ عن حرس الحدود وعن الميركاتو هتكون حلقه النهارده من السادسه. وقبل ما نبدا وندخل في التفاصيل ونروح كمان نتابع تمرينه الاهلي الاخيره قبل ماتش بكره، خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا. ويبقى دايما الحضور الجماهيري هو روح كره القدم. مفيش حد ممكن يتخيل مباراه كره قدم بدون جمهور وتبقى بنفس الطعم وبنفس الحلاوه وبنفس البهجه وبنفس حاله المنافسه. ده على مستوى المشاهد اللي بيتابع وعلى مستوى اللعيبه اللي بتلعب. الرياضه عموما من غير جماهير ملهاش طعم ولا لون ولا ريحه، وبالذات كره القدم. ولولا الشعبيه والجماهيريه ما كانتش كره القدم اصبحت الرياضه الاولى واللغه المشتركه والرياضه الاكثر جذبا للاهتمام على مستوى الكره الارضيه كلها. وعشان كده يعني واحنا راجعين من الدوري الايطالي ومن الدوريات الكبيره كلها، مش ممكن تلاقي مباراه في اي دوري كبير والمدرجات فيه فاضيه، ومش ممكن تلاقي نادي ناجح من غير ما يكون في ظهره قاعده جماهيريه معقوله ومقبوله. احنا بلد تخطى تعدادها ال 105 مليون. انا يعني هو ده مرتبط الحقيقه بموضوع انا حابب اتكلم فيه النهارده قبل ما ادخل في تفاصيل الاخبار مع حضراتكم. تعالوا نفكر كمصريين، يعني بما انه جزء من حياتنا وجزء من متعتنا هي كره القدم، تعالوا نفكر في حال المنظومه كده. واحنا دايما بنتكلم على الانديه الشعبيه او الانديه اللي عندها قاعده جماهيريه. هو مفيش في مصر 10 15 20 نادي عندهم على الاقل كل واحد منهم 40 50 الف مشجع؟ اكيد في، يعني من غير احصائيات ومن غير ارقام رسميه ومن غير اي حاجه. انا بكلمك عن بلد فيها 105 مليون، منهم 70 80 مليون اللي ليهم ولا ما لهمش في الكوره بيتفرجوا على كوره وبيحبوا الكوره وبيشجعوا كوره وبيشجعوا انديه مختلفه. وسيبك من الانديه الكبيره اللي ليها قاعده يعني عريضه من الجماهير اللي احنا متاكدين، يعني هقول لك مثلا اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، غزل محله، منصوره. انا بكلمكم على انديه انا شفتهم وشفت جماهيرهم في الملعب، بلديه محله، اولمبي، يعني الانديه دي انا اتفرجت على جماهيرها في الملعب، ما حدش حكى لي وما حدش ما سمعتش عنهم. الشرقيه لما كانت موجوده، المنيا لما بنروح نلعب، اسوان لما بنروح نلعب، كل دي انديه جماهيريه وشعبيه. طب ايه قصه المعاناه؟ ومين المسؤول عن حاله المعاناه دي؟
وليه دايما، وده سؤال مهم برضو على الجماهير نفسها انها تجاوب عليه، ليه دايما قصة نجاح اي نادي مرتبطة بوجود شخص ما في موقع المسؤولية؟ اذا كان موجود هذا الشخص كانت التجربة رائعة ومستقرة، ويمكن يكون فيه الاستقرار ده دافع لتحقيق نجاحات ايا كان مستوى النجاح ده، بطولة هنا، بطولة هنا، منافسة هنا، شكل هنا، يعني بصرف النظر عن معايير النجاح في حد ذاتها تختلف تتفق عليها، لكن التجربة عموما بيبقى في بنبقى حاسين انه في حالة استقرار، زي مثلا ما شايفين النهارده مثلا الاتحاد السنة دي إلى حد كبير، رغم ان كان في زوبعة في النص يعني طبعا، لكن انتهت الحمد لله. لكن في النهاية ليه قصة النجاح دايما او مرحلة الاستقرار دايما او مرحلة خليني اقول ان احنا بنطلع لقدام، لا احنا ثابتين محلك سر ولا احنا بناخد خطوات للخلف، مرتبطة بوجود شخص ما؟ ده سؤال، وده لا ينطبق بس على الرياضة، ده ينطبق على أي منظومة. وجوده يضمن الاستقرار ويضمن أن يبقى فيه حاجات بتتحقق على أرض الواقع، ورحيله أو غيابه عن المشهد يخلي المعادلة أو يعني ال 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 القصة كلها تختل، ويبقى فيه مشاكل، ويبقى فيه عدم استقرار، ويبقى فيه مطالبات برحيل لاعبين، ويبقى فيه قصة في التعاقدات، ويبقى فيه مشكلة في العقود والميزانية. إلى أي مدى يسأل الناس اللي كانت مسؤولة في وقت من الأوقات عن غياب أو تراجع مستوى الأندية الشعبية؟ هل الدولة تتحمل ده؟ طب والدولة مالها؟ وإزاي المسؤولين عن الأندية دي في التوقيت ده ما قدروش يستغلوا الشعبية في وقت تاني؟ أندية بدون أي قاعدة جماهيرية نجحت في الوصول إنها تلعب في الدوري الممتاز، بل وإنها نجحت كمان في إنها تكون موجودة في المشهد ومؤثرة فيه حقيقي، ممكن تبقى ما حققتش بطولة، لكن في النهاية فيوتشر مثلا على سبيل المثال، فيوتشر طالع من قد إيه؟ موسمين وكأس رابطة ورايح شارك في الكونفدرالية، والسنة الجاية هيشارك يا في كونفدرالية يا في دوري أبطال، ما حدش عارف يعني، ما حدش عارف طبعا لغاية دلوقتي، لكن أقصد أقوله في النهاية قدر يخش وسط الكبار. نادي لا يتمتع بأي قاعدة شعبية ولا جماهيرية. إيه اللي وصلنا لفكرة إنه الدوري الممتاز أهم وأقوى بطولة في مصر عندنا؟ المفروض انها بتساعد الانديه الكبيره على انها تخوض بطوله قويه، تبقى اعداد، تبقى احتكاك مناسب انك تلعب في بطولات قاريه او بطولات عالميه، وفي نفس الوقت تبقى واحده من اهم روافد المنتخب الوطني، تبقى فيها 7 انديه فقط ليها شعبيه وجماهيريه وتاريخ، و11 نادي تاني ملوش اي جمهور او ملوش اي قاعده جماهيريه او شعبيه بتشجعه تقريبا يعني، الا من رحم ربي. لو بتعتمد انه في 100 ولا 200 500 ولا 1000 ولا 2000 بيشجعوا، ده بالتاكيد مش قاعده جماهيريه تبني عليها فريق او نادي بينافس في بطوله زي بطوله الدوري. وبالتالي قصه طبعا مع كامل التقدير والاحترام طبعا للمجهودات اللي بتقوم بيها سواء على مستوى رؤساء الانديه دي اللي يمكن اجتمعوا عشان يناقشوا مشاكلهم، او على مستوى مجلس النواب اللي النهارده لجنه الشباب والرياضه بتجتمع عشان تناقش في حضور ممثلي 100 نادي في مصر عن مشاكل الانديه الشعبيه. يهمني جدا ويهم الناس كلها انه الانديه الشعبيه في مصر ترجع مره تانية، لكن هو السؤال ازاي، وهل ده مرتبط بانه يكون في جهه ما، رابطه انديه، اتحاد كوره، دوله، مجلس نواب، وزاره شباب ورياضه، هي اللي تدعم، وتدعم بمعنى ايه، وتدعم لغايه امتى، وازاي المسؤولين عن اداره الانديه دي على مدار سنوات كتيره جدا تعاقبت المنصوره نزل وما رجعش من امتى؟ انا فاكر المنصوره كويس قوي، في فتره من الفترات وجيل من الاجيال كان واحد من كبار الانديه في مصر، وكنت تروح تلعب في المنصوره زي كانك بتلعب في استاد القاهره او بتلعب في استاد اسكندريه او بتلعب في استاد اسماعيليه، جمهور ولاعيبه، وطلعوا المنتخب مصر لعيبه كتيره جدا، عمرو زكي، عبد الظاهر السقا، وليد صلاح، عبد اللطيف، وغيرهم وغيرهم، انا طب مش عايز انسى حد يعني، لكن فاكر منصوره كانت فرقه تقيله جدا، لعبت الاهلي والزمالك كانت بتكسبه، كان عادي جدا المنصوره تكسب، ما كانش حاجه يعني غريبه ولا استثناء من قاعده، كان طبيعي جدا المنصوره في الوقت ده او مع الجيل ده ان واحد من الفرق الكبيره جدا في مصر. راحت فين المنصوره؟ وليه فضلت كل ده بعيد؟ وازاي ممكن ترجع؟ قصه كبيره جدا، واللي ينطبق على منصوره ينطبق على غيرها كتير. انا فاكر برضو الاولمبي السكندري ده برضو كان زمان وطلع لعيبه كتير زي احمد الكاس، احمد ساري وغيرهم، اسلام الشاطر في فتره من فترات يمكن كانت البدايات في الاولمبي، طلعوا نجوم لمصر والكره المصريه ولعبوا بعد كده اهلي وزمالك، يعني ساري لعب زمالك، الكاس لعب زمالك، وطبعا منتخب مصر، اسلام لعب اهلي ولعب بره ولعب زمالك في فتره، بس في النهايه تكلم على
مكان او نادي كان بيقدم لمصر اهم نجوم الكره المصريه. فين الاولمبي ومن كام سنه؟ الترسانه الشواكيش، يعني انا يعني فاكر كويس قوي انه فترات كان في جمهور بيشجع الترسانه كتير جدا في مصر، وفريق عنده بطولات والقاب، وكان بينافس الاهلي والزمالك وطلع اساطير. فهي القصه مش بس فكره انه ازاي ترجع، ازاي تخلق منظومه ناجحه سواء للي موجود في الدوري النهارده او اللي بعيد عن المشهد بقاله سنين طويله جدا، من خلال سيستم مش مرتبط بفكره تواجد رجل اعمال محب للنادي او يعني منتمي للنادي يقدر يصرف عليه ويخلصه من مشاكله ومن متاعبه وهمومه الماليه، وبمجرد اختفائه عن المشهد نرجع نلف في نفس الدايره المفرغه من اول وجديد. قصه كبيره جدا، وخصوصا انك عندك حاجه ممكن تراهن عليها، عندك جمهور، والجمهور دايما هما الرعاة اللي بيجوا. وليه دايما في اشكاليه في مصر في ان الناس تفهم قصه الرعاه؟ عايش هطول شويه في الموضوع بس في منتهى الاهميه، والرياضه في مصر مش هتتطور الا لو فهمنا حقيقه مصادر التمويل، لانه الكره النهارده او الرياضه بشكل عام بقت بيزنس. حد ينكر ان نادي زي النادي الاهلي على مستوى الالقاب والبطولات نقدر نقول عليه تجربه اكتر من ناجحه؟ هل النادي الاهلي رغم تفوقه في كافه الالعاب في كافه المراحل السنيه، احنا بنتكلم على سيزون فيه تقريبا السنه دي 40 بطوله، هل النادي الاهلي كمنظومه تعثرت في وقت من الاوقات برحيل مثلا اسم ومجيء اسم اخر؟ يعني انا من ساعه لما ابتديت اتابع وافهم يعني ايه اداره ويعني ايه، شفت كابتن صالح سليم، طيب مشي كابتن صالح سليم وجي كابتن حسن حمدي، هل اختلفت الامور؟ مشي كابتن حسن حمدي وجي المهندس محمود طاهر، هل اختلفت الامور؟ مشي المهندس محمود طاهر وجي كابتن محمود الخطيب. بالعكس، الامور دايما الكيرف دايما في الطالع، على الرغم من مسؤوليه النادي الاهلي على مستوى التوسعات، على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى العضويات، على مستوى الالعاب والالقاب والبطولات. تتكلم على نادي تقريبا بتلاقي فيه كل الالعاب، وكل الالعاب دي مصادر تتويج للنادي الاهلي، مصادر نجاح وبطولات والقاب. طب ليه القصه بقى مرتبطه مش مرتبطه هنا بشخص معين او باسم معين، مرتبطه بالكيان نفسه. كم نسخه او كم موديل ممكن نقول انه ماشي في سياق النادي الاهلي او بنفس طريقه شغل النادي الاهلي؟ وهنا تيجي قصه المردود المالي بقى لنادي بحجم نادي الاهلي، عشان كتير قوي بيحاولوا يتوهوا الناس ويقولوا لهم مش معنى الاهلي بياخد نصيب اكبر من الرعايه، هو ما تاخد يعني ما تجتهد وتحاول تجيب عقود رعايه اكبر، ايه اللي منعك من ده؟ بس هو الراعي هيجي لمين؟ الراعي اللي جاي من بره مصر او الراعي اللي هيجي جوه مصر جاي بيدور على ايه؟ بيصرف الفلوس دي كلها عشان هو بيشجع النادي الاهلي؟ انسى. المصالح تتصالح، كل واحد بيدور على مصلحته. اي راعي بيدور على حاجتين مهمين جدا، معيار النجاح في الاسم اللي هيرتبط باسم الكيان بتاعه، و المردود او حجم الاستفاده الماديه اللي ممكن ترجع عليه من وراء رعايته للكيان ده. فبالتالي الرهان على الشعبيه والجماهيريه ومستوى النجاح. كل ما زادت الشعبيه والجماهيريه وكل ما زاد مستوى النجاح في اسم الكيان، تاكد ان الطلب عليه بيزيد. النادي الاهلي النهارده لما يخرج من بطوله افريقيا، سيبك من الدوري، سيبك من المحلي، النادي الاهلي لما يخرج من بطوله افريقيا أو يخرج من البطولة العربية أو يخرج حتى من بطولة كأس العالم، تأكد أنه في خسارة هتقع على البطولة، لأن كل منظمين هذه البطولات يعلموا تماما مقدار المتابعة اللي يعني هتتأثر بسبب غياب نادي بحجم النادي الأهلي وبشعبيته وجماهيريته الكبيرة جدا في مصر وفي المنطقة العربية وفي أفريقيا. لا أقصد التقليل بأي شكل من الأشكال، لكن ايه هو حجم المشاهده او المتابعه التلفزيونيه لمباراه بتجمع بين مثلا يعني انا هديكوا ناديين فيهم كوره كويسه، يعني لو انت بتتفرج على كوره هتحب تتفرج على مباراه مثلا بين فيوتشر وبيراميدز. لكن تعالى نسال نفسنا ايه حجم المتابعه التلفزيونيه وايه حجم الاعلانات اللي ممكن يكون محطوطه على مباراه بين فرقتين زي فيوتشر وبيراميدز؟ وايه حجم الدعايه والاعلان اللي ممكن يكون محطوط على مباراة بين الأهلي والإسماعيلي أو الأهلي والزمالك أو حتى الأهلي والمصري أو الأهلي والاتحاد؟ مش هتان.
سيبك من انه في قواعد وبندل وانا ببيع الماتشات دي على حساب الماتشات دي، فبالتالي انا بجبر المعلن انه يحط اعلانات هنا زي ما بيحط اعلانات هنا، لكن لما تيجي تقيسها على مستوى المباريات مباراه مباراه الفرق فرق كبير جدا. فبالتالي ما ينفعش تسال النهارده ليه الاهلي بياخد اكتر، لان الاهلي بياخد اكتر لانه الاهلي انجح، لانه الاهلي اكتر شعبيه، لانه الاهلي اكتر تحقيقا للبطولات. والسؤال اللي لازم تساله بدل ما تقارن نفسك بالاهلي، اسال نفسك ازاي ممكن ابقى عندي منظومه شبه منظومه النادي الاهلي، ازاي نحاول نستنسخ تجربه النادي الاهلي. مش بالضروره انها تحصل في يوم وليله، وبالتاكيد مش هتحصل في يوم وليله لانه القصه تراكميه هتاخد منك سنين وسنين، بس على الاقل نبدا. لكن حاله اللغط اللي حاصله دي اعتقد انها مش هتفيدنا كلنا كمصريين وكرياضه مصريه وككره قدم مصريه باي حال من الاحوال. انا اسف على الاطاله، بس هو يعني قصه الانديه الشعبيه دي احنا طرحناها كتير قوي، فانا وقفت النهارده مع اجتماع لجنه شباب ورياضه، واتمنى الحقيقه ان هم يلاقوا حلول بره قصه الدعم، لان هي انت ممكن تدعم مره وممكن تدعم مرتين، لكن هل ده يضمن في النهايه نجاح التجربه وهي قدراتك او هي حدودك في دعم في كره اصبحت او في رياضه اصبحت صناعه واستثمار في المقام الاول والاخير. النهارده الاهلي رغم المكاسب الكبيره جدا، انا بقول لحضراتكم امبارح كان معانا انفوجراف بيتكلم على حجم المكاسب الماديه اللي حققها الاهلي من البطولات الموسم ده فقط لا غير، وتبعاتها، لان انت لما خدت بطوله افريقيا خدت 4 مليون دولار، ضمنت مشاركه في كاس العالم ب 2 مليون دولار تانيين، خدت بطولتين سوبر، خدت مش عارف عليهم كام مليون درهم، وبطوله كاس مصر مش عارف مليون جنيه. ارقام في مصر عندنا بقت حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه قوي بصراحه. بطولة فيها كل الأندية دي والجماهيرية دي والشعبية دي والبث التلفزيوني ده والعوائد دي كلها والإعلانات في الملعب دي، ويا سيدي ما فيهاش تذاكر مباريات، لكن في النهاية يبقى جائزة البطل فيها 1.5 مليون، حاجة صعبة. على كل الأحوال خلينا نروح لماتش الحرس النهارده، هنتكلم على مواجهة الأهلي وحرس الحدود النهارده، التمرين الأخير طبعا للنادي الأهلي على ملعب مختار التتش، والتمرين مفترض هيبدأ كمان دقايق، يعني هنحاول على بدأ بالفعل. طيب التمرين بدأت، يمكن لما ابتديت الحلقة مع حضراتكم ما كانتش بدأت، لكن بيبلغوني زمايلي دلوقتي ان التمرين الاهلي الاخيرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود بدأت بالفعل. المباراة هتكون بكرة ان شاء الله، ماتش مؤجل من الاسبوع 16 من عمر مسابقة الدوري، ودي اول مباراة طبعا بعد التتويج بلقب دوري الابطال. كل التوفيق لنجومنا. الماتش ده هيتلعب على استاد الكلية الحربية. انا فاكر استاد الكلية الحربية، مش فاكر اخر ماتش لعبناه امتى هناك بصراحة، بس فاكر استاد الكلية الحربية طبعا. يعني طبعا في تطور كبير جدا حصل في البنية التحتية في مصر، وواحد من الاستادات الكويسة، يعني اللي ما اعتقدش ان في مشكلة ان احنا نلعب عليها. معانا اخبار طبعا النهارده، ما بارك نسيت ابارك طبعا شباب اليد النهارده حققوا فوز مهم جدا وغالي في ماتشهم مع السعودية. بداية ما كانتش موفقة قوي، لكن الحقيقة رجع المنتخب المصري وأكد تفوقه مرة تانية وفاز على السعودية. مبروك لمنتخبنا، وإن شاء الله بإذن الله أملنا فيكم كبير. الكرة اليد رفع رأسنا دايما، وإن شاء الله يقدر منتخبنا الوطني يعمل الأولمبي، يعني يعمل أو منتخب الشباب يعمل نتيجة كويسة. أما المنتخب الأولمبي لكرة القدم فهيكون النهاردة طبعا اللي بيقوده روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي، النهارده هيكون اخر تدريب ليه في مدينه الرباط المغربيه، عشان بعد كده يتوجه لمدينه طنجه ان شاء الله، المدينه اللي هتستضيف مواجهات المنتخب الاولمبي في دور المجموعات في كاس امم افريقيا، واللي هيبتدي مشوارنا فيها ان شاء الله يوم 25 يونيو اللي جاي. مش حاسس قوي انه الناس حاسه بالمنتخب الاولمبي، لكن انا الحقيقه ثقتنا كبيره جدا في روجيرو ميغالي، وثقتنا كبيره كمان في الولاد. الحقيقه يمكن ما هماش نجوم من الصف اول، لكن هي المرحله دي كده، ونجوم منتخب كابتن شوقي غريب اخر منتخب اولمبي ظهر في اولمبياد طوكيو وكان بطل لافريقيا، ما كناش نعرف معظم اسمائه او معظم نجومه، اللهم اسمين او ثلاثه يعني، لغايه لما توجوا ببطوله افريقيا ومصر كلها حفظت اساميهم كلهم، ومصر كلها بقت بتقول ان هم الجيل اللي جاي اللي هيشيل رايه الكره المصريه. وقد كان الحقيقه كلهم اصبحوا نجوم كبيره جدا، منهم اللي احترف بره، منهم اللي تالق هنا في الماتشات، وبقوا من العناصر الاساسيه، وكتير منهم النهارده بقوا نجوم من المنتخب الاول. الماتشات بتاعتنا هتتلعب بدايه من يوم الحد اللي جاي، هنلعب على ملعب الامير مولاي رشيدي ده في المعهد الملكي في مدينه الرباط المغربيه، ويمكن كان في بعض المواجهات الوديه في معسكر المنتخب، منهم مواجهه الكونغو، منتخب الكونغو امبارح، ودي كانت اخر بروفا طبعا لمنتخبنا الوطني، والبدايه هتكون ان شاء الله امام النيجر يوم 25 في كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها المغرب من 24 ل 8 يوليو ان شاء الله باذن الله. والبطوله دي بيتحدد على اساسها
الاول وثاني وثالث بيروحوا مباشره لاولمبياد باريس. نتمنى ان شاء الله نكون واقفين على منصه التتويج سواء اول او ثاني او ثالث، ويا ريت طبعا نتمنى تحقيق اللقب تفرق معانا واحنا رايحين اولمبياد كبطل لقاره افريقيا عن ان احنا نكون اصحاب مركز ثاني او ثالث. وان شاء الله الاهم طبعا هدف الاهم ان احنا نكون في اولمبياد باريس السنه اللي جايه. طيب قصه الميركاتو، الانتقالات، ايه اللي تم، ايه اللي منتظرين يتم، وايه اللي في حكم المؤكد، مع طبعا رؤيه المباراه بكره ان شاء الله امام حرس الحدود، هتكون مع ضيوفنا بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفنا في السادسه، لكن بعد الفاصل. الميركاتو لسه ما سخنش، صحيح في صفقات تمت، في صفقات على وشك انها تخلص، يعني الرتوشه الاخيره زي ما بيقولوا كده بلغه الصحافه، وفي صفقات تم الاعلان انها لن تتم بشكل باي شكل من الاشكال، وخصوصا طبعا كتير من الاسماء اللي كانت مرشحه للانتقال من الدوريات الاوروبيه للدوري السعودي. هنتكلم في ده، واكيد طبعا ماتش الاهلي والحرس بكره انا بشوفها مباراه مهمه جدا، لانها واحد بعد غياب، يعني احنا من تقريبا من حوالي 11 او 12 يوم كانت اخر مباراه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. اثنين، لانه صفحه الدوري بعد صفحه تتويج لدوري الابطال بتبقى تقيله شويه، بتبقى الطالعه صعبه شويه، وخصوصا الحرس اعتقد ما عندوش حاجه يخسرها، فما عندوش ضغوط، هيلعب المباراه وهو اول فريق بيقابل بطل افريقيا في نسخه البطوله الاخيره، فبالتالي مباراه بكره ليها حسابات. تاريخ الحرس معانا احنا عارفينه ومذاكرينه كويس، فهنتكلم في المباراه. لكن تسمحوا لي هبدا بالشيء اللي صعب عليا واللي ممكن يبقى صعب عليهم هم كمان. خليني ارحب الاول بضيوفي وبعدين نشوف ايه قصه الصعوبه في الموضوع. بلال محسن واحمد مصطفى ضيوف حلقه كل يوم اربع في السادسه، ارحب بيكم واقول لكم مساء الخير. مساء النور طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. وهنرجع بقى تاني للمنافسات المحليه، احنا الحلقه اللي فاتت كان معانا كاس افريقيا ثلاث اربع حلقات ويبقى معانا درع الدوري. اتهروا صور، اتهروا صور ما لحقناش والله، انت سبتنا وخرجت واحنا ان شاء الله ثلاث اربع حلقات ويبقى معانا درع الدوري يشرفنا هنا في الاستوديو باذن الله. خمسه محتاجين خمسه ان شاء الله، خمس ماتشات باذن الله ان شاء الله. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك يا احمد، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ودايما مبسوط احنا ما كانش عايز يسيب الكاس يعني دي حقيقه بصراحه، الكاس كان يعني غالي طبعا، وطبعا ليه كان ليه طعم مختلف طبعا. صحيح. البطوله ديت ليها طعم مختلف بالحقيقة. ورفع كمان من سقف احلامنا وطموحاتنا الموسم ده ان احنا نقفل العداد، يعني ان شاء الله باذن الله نحسم الدوري بس، وبعد كده يبقى لينا وقفه تانية مع سوبر افريقيا مع اتحاد العاصمه، ومع طبعا بطوله الكاس اللي عندنا ماتش فيها احنا بعد الماتش ده. الماتش اللي جاي هيبدا مشوار الاهلي في كاس مصر اعتقد يوم الحد اللي جاي يوم الحد مع منتخب السويس. طيب اقول لكم ايه اللي صعب بقى واحاول انتوا تاخدوا فرصه تسهلوه على الجماهير. يبقى صعب عليا جدا انه يبقى في 18 نادي استعدوا لبطوله هي المفترض انها البطوله الاهم والبطوله الاقوى عندنا هنا في مصر، وهي بطوله الدوري. 18 نادي ما اعرفش بكام جهاز فني بصراحه، لان في اجهزه فنيه كتير قوي اتغيرت السيزون ده، بقايمه فيها 30 لاعب، بحجم انفاق مالي كبير جدا على مستوى كل الانديه، سواء اللي في المركز الاول النادي الاهلي، والاهلي في المركز الاول فعليا لكن هو في الجدول هتلاقيه تاني دلوقتي، بس ان شاء الله باذن الله مع المؤجلات يبقى اول. وصولا للمركز الاخير هتلاقي كل الناس صرفت مبالغ ماليه كبيره جدا، استعدت للبطوله بشكل كويس جدا، ورغم كده لما تيجي تسال على الاسماء اللي ظهرت في البطوله او اللي افرزتها البطوله ما تلاقيش، أو تلاقي إن الناس بتعاني وبتقعد تفكر وتفكر وتفكر عشان تطلع اسم أو اتنين أو تلاتة، أو يبقى صعب عليا برضو إنه من بطولة بالحجم ده ومنافسة بالشكل ده وإنفاق بالشكل ده أجي أشوف إن قوام منتخب مصر الأساسي هو بقاله خمس ست سنين مع اختلاف الأجهزة الفنية، ممكن نشوف لاعب بيدخل مرة اتنين بيخشوا مرة تلاتة بياخدوا فرصة، لكن شكل العظم القوام الأساسي للمنتخب تقريبا معتمد على نفس الاسماء. فاللي هطلبه منكم النهارده بما ان احنا قربنا من نهايه المشوار في مسابقه الدوري، انكم تختاروا لي بره الاهلي، بره فرقه الاهلي، مش عايز ولا اسم من اسماء من نادي الاهلي، بره فرقه الاهلي افضل 11 من وجهه نظر كل واحد فيكم. تمام. في الملعب، وتقولوا لي ليه اخترتوا الاسماء دي، بس هديكم فرصتكم، مفيش مشكله، وهرجع لكم تاني في القصه دي نتناقش ونشوف كل واحد اختار ايه واختار الاسماء دي ليه. بدايه من 11 كفريق كامل، 11 كفريق كامل ما فيهوش ولا لاعب من الاهلي،
مفيش ولا لاعب من الاهلي. تمام. من اول حارس يعني المرمى. احنا لو كنا نختار 11 كنا نختار 11 من الاهلي. ما احنا لو طبعا يعني دي حقيقه لو في 9 في المنتخب اصلا. هتسيب بطل افريقيا. تسعه لاعبين في 9 مصريين. لا وانت هتسيب بطل افريقيا وتروح تختار حد تاني. لا بس اكيد طبعا في كفاءات تانيه. لا في لاعبين بالظبط. تستحق يمكن على فكره انا بشوف في لعيبه كتيره جدا مثلا يعني. مش هقول اسماء بس يعني غششناش بقى. لا مش هغششك ده انا هناقشك في الاسماء النهارده براحتي جدا. بشوف لعيبه كتيره جدا خامه كويسه. الخامه دي لو جت دخلت مدرسه الاهلي وعاشت في اوضه اللبس بتاعت نادي الاهلي وعرفت يعني ايه شخصيه لاعب في نادي الاهلي. يعني اكبر مثال يقول لحضرتك بالكلام حمدي فتحي جه من نادي انبي ما كانش سوبر ستار. لا أنا تقريبا كل النجوم اللي جت الاهلي يا بلال رجع مؤخرا يعني اللعيب اللي 80% دخل يعني ابو تريكه لغايه كام سنه في الترسانه؟ دخل 26 صح. وائل جمعه في المحله. اللعيبه دي ابتدت في الاهلي حاجه او جت الاهلي ابو تريكه جاي 27 سنه وفنشت في الاهلي حاجه تانية خالص. بالظبط يعني فالاهلي برضو بالخبرات بالاحتكاك بالتدريبات بالعقليه ممكن بيعمل نقله كبيره جدا أكيد. لاي لاعب اكيد تمام. فده معناه انه في اكيد جواهر بس يمكن يكون ما خدتش فرصتها او محتاجه انه يكون في نقله تانية تاخدهم في حته تانية. نديها فرصتها النهارده. نديها فرصتها النهارده. هشوف راي بلال وهشوف راي احمد فيهم وهنتناقش معاهم. خلينا نروح بس الاول لمباراه بكره انها مباراه مهمه جدا. هبدا مع مصطفى. ماتش الحرس او اي ماتش بعد نهائي دوري الابطال يا احمد بقالنا كذا موسم بيبقى مطب او كمين او يعني ما تعرفش ليه رغم ان نجاح الاهلي في دايما انه يخوض لقاءات اصعب على مستوى بطوله افريقيا اوقات كتير جدا بيبقى جاي راجع الدوري وهو بطل افريقيا لكن دايما المباراه الاولى بيبقى ليها حسابات خاصه. شايف ماتش الحرس ازاي رغم الفوارق الكبيره جدا بين الفرقتين؟ طبعا انت زي ما انت بتقول يا احمد نشوه الانتصارات بعد البطولات او بعد الاهلي بيحقق بطوله معينه او اي نادي لكن انا مع مستر كولر براهن ان هو دايما بيفصل واتكلمت معاك قبل كده في الموضوع ده ان هو بيفصل كل مباراه عن بعضها. فمباراه الحرس هياخدها طبعا حتى لو النادي الاهلي لا ان هو من ضمن المباريات اللي هو لازم يحسم الدوري حتى لو الفرق كبير بين نادي الحرس طبعا ونادي الاهلي في ترتيب الدوري لكن اعتقد ان نادي حرس الحدود هيقدم مباراه لان هو ما عندوش حاجه يخسرها. هيقدم مباراه تكتيكيا ودفاعيا كبيره جدا امام طبعا بطل افريقيا واعتقد ان هو مع تغيير الجهاز الفني بقياده ميكي بعد رحيل كابتن احمد ايوب طبعا بداوا يلعبوا خمسه في الخط الخلفي وده اعتقد اثر معاهم جدا وبداوا يحققوا انتصارات من بعد رحيل كابتن احمد ايوب فبدا الفريق الحرس بقى دفاعيا متماسك اكتر وده طبعا هيخلي النادي الاهلي هيعاني شويه. طول عمره متماسك دفاعيا هو طول عمره بجد قدام الاهلي فريق من الفرق المتماسكه دفاعيا جدا وبيبقى ساعات احيانا حظه حلو يعني مع النادي الاهلي لكن اعتقد النادي الاهلي مع مستر كولر هيبقى مختلف. النادي الاهلي هيقدم مباراه كبيره. النادي الاهلي هينزل بنشوه مختلفه خالص والدوافع اللي دايما مستر كولر بيخلقها مع سواء تغيير بعض اللعيبه واعتقد ان هو هيدي فرصه لبعض اللعيبه هنشوفها في موجوده في مباراه الحرس غدا. هجي لك في الاهلي وهنتكلم في مستر كولر بيفكر المباراه ازاي بس انا عايز اعرف كابتن ميكي بكره توقعي يا بلال انه هيقول للعيبه في اوضه اللبس انه انتوا ما عندكوش حاجه تخسروها عندكوش حاجه تبكوا عليها العبوا لاسمكم والعبوا لنفسكم قدام بطل افريقيا المباراه دي ممكن تغير من الواقع 180 درجه في حاله لو قدمتوا مباراه كبيره او لو قدرتوا تخطفوا او تعطلوا النادي الاهلي سواء بنقطه تعادل او لا قدر الله يعني ثلاث نقاط مكسب. يراهن على ايه ميكي في مباراه بكره وتتوقع هيفكر في مواجهه الاهلي ازاي؟ يعني يمكن ميكي من بعد ما تولى تدريب الحرس خاض مع حرس الحدود خمس لقاءات كان خسر امام بيراميدز والاسماعيلي بنفس النتيجه 1-0 1-0 بعدها قدر يفوز على اسوان في اسوان 1-0 وقدر يرجع بعدها ويقصي غزل المحله من مسابقه كاس مصر بالفوز على غزل المحله 3-2 والمباراه الاخيره تعادل مع الداخليه 1-1 فاذا النتائج مع محمد ميكي في منحنى تصاعدي بالظبط قدر يغير شويه في التشكيل يمكن رجع رمزي خالد مره ثانيه للتشكيل وهو من اللاعبين اللي عندها خبرات في الدوري المصري عنده طبعا ابرز النجوم مصطفى زيكو ومصطفى جمال مصطفى جمال يمكن لو هنستعرض ارقام حرس الحدود هتلاقي عنده ارقام مميزه رغم وضع الفريق السيء في جدول الدوري فمحمد مكي زي ما حضرتك قلت هيدخل اللقاء بكره باللعب بدون ضغوطات هيقول للعيبه بينوا نفسكم عبروا عن امكانياتكم طب تعالى نشوف وانت بتتكلم
بتتكلم يا بلال كده على مستوى الهدافين في ده فريق اعلى ده اعلى اللاعبين زي ما قلنا عنده ارقام مميزه السنه دي مصطفى زيكو ده مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود سجل 6 اهداف لسه بنتكلم عن مصطفى جمال اللاعب اللي بيجي في المركز الثاني سجل هدفين واحمد حمزه اللي هو مسجل برده هدفين عمر بسام اللي اختفى تماما شارك في اول الموسم احرز هدف مصطفى صبحي مصاب دلوقتي مش هيشارك سجل هدف الاسيست محمد رضا عنده 2 عنده مصطفى زيكو عنده هدفين اذا هو من الارقام يعني واضح ان طبعا الارقام كلها ضعيفه ما بين 1 أو 2 ابرز الارقام طبعا مصطفى زيكو احرز 6 وصنع هدفين وده رقم جيد جدا بالنسبه لفريق في مؤخره جدول الترتيب فاعتقد ان حرس الحدود هيدخل المباراه بدافع تسويق بعض اللاعبين يمكن وبيعهم لانديه هتبقى او هتشارك السنه الجايه في الدوري الممتاز بغرض الصرف على الفريق مره اخرى والعوده لمسابقه الدوري الممتاز يمكن بعد موسم او موسمين يمكن حرس الحدود الفترات الاخيره عودنا ان هو لما بينزل ما بياخدش وقت كبير يمكن بيقعد عشان يرجع تاني او بيرجع تاني فاعتقد ان هو هيقول لهم كده عبروا عن امكانياتكم في مباراه كل مصر تقريبا بتشوفها كل الناس مستنياها اول مباراه للنادي الاهلي بعد التتويج والعوده من افريقيا نروح مع احمد ده فيما يتعلق يا ابو حميد بالهدافين والاكثر صناعه طب تعال نشوف معدلات تسجيل معدلات استقبال الحرس للاهداف احصائيات وارقام مع احمد اتفضل يا ابو حميد شايف ان من نتكلم على اول 10 دقائق اجمالي التسجيل معدل تسجيلهم او عدد اهدافهم 18 هدف دي فترات تسجيلهم اول 10 دقائق في 19% يعني 10 دقائق التانيين 25% في اخر 10 دقائق من الدقيقه 21 للدقيقه 30 6% طبعا اخر 10 دقائق في الشوط الاول 0% مفيش خالص من بيرجعوا في يعني في قبل نهايه الشوط الاخر 13% 13% في اخر الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني الشوط الثاني نفس الكلام على فكره برضو يعني واضح ان هم اول 10 دقائق في الشوط الاول واول 10 دقائق في الشوط الثاني 19% يبقوا فايقين جدا في الفتره دي من الدقيقه 61 للدقيقه 70 0% من الدقيقه 71 للدقيقه 80 6% يعني تقريبا اول ثلث ساعه هي بالظبط اول ثلث ساعه في الشوط الاول واول 10 دقائق في الشوط الثاني بيبقى فيها نشوه بيبقى في قصه لياقه بدنيه خلي بالك هو برضه الاحصائيه دي خادعه شويه لان عدد الاهداف انت حضرتك سجلت 18 هدف يعني هتلاقي عدد الاهداف قليل جدا بالتوزيع على عدد المباريات اللي خدوها يعني تمام استقبال معدل الاستقبال على فكره هم سجلوا 18 واستقبلوا 38 كتير جدا يعني سالب 20 استقبال اول 10 دقائق 5% هم تاني اضعف خط دفاع بعد غزل المحله الغزل استقبل 43 هدف برضه رقم كبير قوي رقم كبير جدا الغزل على فكره انا مستغرب عشان كان بيلعب كره مفتوحه والغزل بدايته في الدوري كويس قوي قوي كان بديء كان بدايه كويسه جدا تغيير بابا فاسيليو بابا فاسيليو اثر عليهم جامد كان عامل شغل مع جدا طب ده الاستقبال نتكلم على انه دايما ال 10 دقائق الاخيره لما بنتكلم على 38 جول يعني تقريبا ال 32% بتتكلم على 13 جول منهم 13 و10 هدف استقبالين في اخر 10 دقائق بالظبط فطبعا من الدقيقه 11 للدقيقه 20 11% من الدقيقه 21 للدقيقه 30 3% من الدقيقه 31 للدقيقه 40 3% من الدقيقه 41 للدقيقه 50 13% ومن الدقيقه 61 او 51 للدقيقه 60 13% طيب فكره ان هم بيسجلوا دايما يعني في بدايه او قوتهم الهجوميه اكتر بتبقى في بدايه المباراه وانهيارهم الدفاعي في اخر المباراه ده معناه ايه؟ اعتقد التماسك بتاع فريق حرس الحدود مشكلته ان هو ما عندهمش حلول هجوميه فاحيانا بيفضلوا دايما يعملوا محاولات على المرمى كتير جدا لكن مشكلتهم ان هم في الوقت اللي خلاص بقى يعني بكتر المجهود الدفاعي الكبير طول المباراه فبيجوا في اخر 10 دقائق وده باين جدا في الاحصائيه اللي احنا عرضناها دلوقتي بينهاروا يعني دي مشكله كبيره جدا في الحرس من بدايه الموسم ان هم عندهم مشكله كبيره في النقطه دي ايوه ده معدل التصويب في المباريات شوت ان تارجت 4.3 والشوت ان اوف تارجت 4.27% ارقام ضعيفه جدا يعني
بصراحه هو واحد من اسوا مواسم الحرس، الحرس من الانديه اللي حصلت على بطولات طبعا سوبر وكاس، سوبر طبعًا وكاس وشاركوا، كان عندهم مشاركات افريقيه. فالموسم ده واحد من اقل المواسم الحقيقه لحرس الحدود. يمكن قبل ما احنا ندخل كنت سامع حضرتك بتتكلم عن ان المباراه هتلعب في ملعب الكليه الحربيه. أيوة. ابعاد الملعب يمكن مش هتدي اللعيبه عندنا في النادي الاهلي اريحيه كبيره زي طبعا مساحات اللي موجوده في استاد القاهره، ولكن احنا قبل المباراه النهائيه كنا خدنا لقاء مع طلائع الجيش على نفس الملعب وفوزنا بهدفين نظيفين. بس احنا يعني ياما لعبنا، انا فاكر زمان كنا على طول لنا فتره كان هو ملعب النادي الاهلي الكليه الحربيه. فترات كبيره فعلا، بس اتطور يعني اخر مره شفته الارضيه كتير بتاعته بقت احسن كتير طبعا. وبعدين زمان كان في تيارات هواء كتير قوي، معرفش يمكن عشان الانتشار العمراني او التوسع في القاهره اثرت شويه على موضوع التيارات الهواء دي. بس انا فاكر واحد من الملاعب زي مثلا ملعب السويس زمان لو الجول كيبر لعب يعني الكوره نقعد بقى نتفرج عليها اونكل زيزو نقعد نتفرج عليها فوق وهي بتلف كده. كان واحد من الملاعب الصعبه، بس بتهيألي في الفتره الاخيره شفته كان شكله الحقيقه كويس قوي. لا 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 هو المباراه يعني هي اكيد المباراه بكره هتبقى زي ما قلنا هتبقى مباراه متفاوته بين دوافع النادي الاهلي، ودي مهمه كولر الاولى ان هو ازاي يرجع اللعيبه. رجع لعيبه عندك راجعه من احتفالات وراحه، ولعيبه ثانيه راجعه من توقف دولي. يمكن بالمناسبه غالبا مش هيشارك بيرسيتاو ولا اليو ديانج، المدير الفني هيفضل اراحتهم لان هم كان عندهم مشاركات دوليه ووصلوا متاخر. اعتقد ان هو هيخاف عليهم من الاجهاد وهيريحهم. فهي دي اللي هيبقى الشغل الشاغل لمارسيل كولر، ازاي ارجع اللعيبه لمود الدوري تاني مره اخرى، وان انا اوصل لهم رساله ان احنا عايزين نحسم تماما بطوله الدوري، وتبقى اول مباراه بعد العوده طبعا الناس كلها مستنياها. فده اعتقد ان هو هيخلي الشكل بكره ان شاء الله والاداء يرضي الجمهور ان شاء الله. ما بين تغيير شامل كامل في شكل واسماء الفريق اللي هيظهر بكره، وما بين تغييرات في حدود في اضيق حدود ممكنه. يا احمد في ناس بتقول لك انه بكره بعد مشوار دوري الابطال، بعد وجود 9 لعيبه مع المنتخب الوطني، منهم اللي خدوا ماتش غينيا، منهم خدوا ماتش جنوب السودان، في النهايه اللعيبه بذل مجهود فوق الطبيعي، فمن المنطقي ان انا اريح كل اللعيبه اللي لعبت او اللي شاركت في الفتره الاخيره سواء نهائي دوري الابطال او مع منتخب مصر، وادي فرصه للاسماء اللي ما كانتش موجوده في الوقت ده. في ناس ثانيه تقول مش تفكير مارسيل كولر، ومارسيل كولر هيعتمد على العناصر الاساسيه اللي قادره تقف على رجليها بحيث انه ما يبقاش فيها اجهاد او لا قدر الله اصابات، مع بعض التطعيمات ببعض الاسماء. اي السيناريو اقرب واي السيناريو افضل من وجهه نظرك؟ لا، السيناريو الافضل والاقرب اللي هو بتاع مستر كولر ان هو هيلعب اغلب اللعيبه العناصر الاساسيه وهيريح بعض اللعيبه، لان انا مش طبيعي جدا انت لسه ما حسمتش الدوري المصري بالرغم من الفرق الكبير في النقط، لكن اعتقد حسم الدوري بالنسبه له حاجه مهمه جدا، ودي طبيعه مستر كولر من اول ما جه النادي الاهلي ان هو بياخد كل مباراه مختلفه عن المباراه اللي قبلها. فاعتقد ان هو هيلعب بنفس السيناريو اللي هو الافضل ان هو يلعب بالتشكيل او العناصر الاساسيه، ودلوقتي شفنا ان اغلب اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كلها سواء حسين الشحات موجود او احمد عبد القادر موجود او حتى بيرسي تاو بيغيب، بتلاقي دايما البديل هو نفسه اصلا عنصر اساسي. في غياب السوليه موجود حمدي فتحي، في غياب قفشه موجود القندوسي، وموجود حتى مروان عطيه في غياب حمدي فتحي، فكل العناصر تقريبا اغلب عناصر اساسيه. فاي حد من اللعيبه ديت هيلعب بكره ان شاء الله اعتقد الاهلي هيبقى برده بالقوام الاساسي. فمش هيبقى في مشكله خالص النادي الاهلي يقدر يحسم المباراه بسهوله، او حتى ان هو بالنسبه له احنا اتكلمنا في الاول ان احنا الاهلي فاضل له 5 ماتشات عشان يحسم بطوله الدوري. مظبوط. فالخمس ماتشات لسه ما خلصوش، فاحنا طبيعي جدا كمستر كرة او تفكيره ان هو نحسم الدوري جدا 5 ماتشات وابدا في فكره بقى ان اريح العناصر ككل الاساسيه. لكن انا ابدا رايح كل الفريق كله حتى لو انت لسه راجع من بطوله افريقيا ولسه حاسب البطوله وفي طبعا اجهاد، لكن صعب جدا دلوقتي ان انت لسه ما حسمتش بطوله الدوري. دي بطوله برده وبطوله مهمه جدا لجميع النادي الاهلي، وبطوله اعتقد ان مستر كولر برده محتاج يحقق بطوله الدوري ويحسمها. فاعتقد ان القوام الاساسي هيبقى موجود اغلبه موجود في مباراه غدا. طيب مين اقرب او مين منتظر يشارك بكره؟ مين اسم ممكن تشوفه داخل تشكيله النادي الاهلي بكره على التشكيله المعتاده او على اللعيبه الاساسيه اللي لعبت الماتشات الاخيره يا بلال؟ لا هو انا اعتقد ان طالما هي اللي هيحدد بكره ملامح تشكيل النادي الاهلي هي حاله الجاهزيه الفنيه والبدنيه فقط لا غير. طالما الكل جاهز يعني اذا كان بنتكلم في فكره انه المحترفين الاجانب يريحوا، كريستو كمان مش هيمشي، كريستو مع منتخب لسه ما جاش. بقول لك كريستو حد شاف منتخب؟ انا شفت اجزاء من ماتش الجزائر. هو واضح على فكره محمد كريستو او محمد الضاوي كريستو لعيب عنده امكانيات كبيره جدا وهينفجر قريبا. بنتكلم على مش منتخب اولمبي، لا منتخب اول
حمد داوي كريستو مع منتخب تونس الاول. وهي بالمناسبه هي جت اصلا اختيار اللاعب جه بناء على مردود اللاعب مع المنتخب الاولمبي فطم ضمه بالظبط طم ضمه على طول مباشره للمنتخب الاول، وهو لاعب سنه صغير يروح منتخب اول ويبدا كمان المدير الفني يدخله في مباراه زي الجزائر. منتخب الجزائر منتخب كبير جدا، انا شفت بقى اجزاء من المباراه واضح من لمسات كريستو هو لسه يمكن شويه الخبرات ممكن محتاج ولكن لا المباريات اللي زي دي والاختيارات اللي زي دي هتديله الثقه، محتاج لما يرجع النادي الاهلي يبدا برده نفس الكلام. انا اعتقد ان كولر هيعمل معاه كده الفتره الجايه انه هيبدا يديله، لانه هو بالطبع اوريدي اداله ولكن ما خدمتوش الظروف لانه اتصاب في اول المباراه. فكريستو لا خامه جيده جدا، لاعب مع المباريات مع يعني كتر المشاركات واضح ان عنده كتير، وهو كان جاي منضم للنادي الاهلي وهو هداف الدوري التونسي. احنا في حاجات كتير لازم يعني نسترجعها مع بعض، لاعب هداف الدوري التونسي في السن دوت، لاعب بينضم للمنتخب الاول. خد بالك وفي اوقات كبير ان اوقات كتير بيبقى فكره انه اللحظه المناسبه بالظبط يعني مناسبة. فكره انه يعني هقول لك حاجه، انا احساسي مثلا انه قندوسي ممكن يبقى لعيب كبير جدا، وانا شفته مع فاق الصيف وشفته مع منتخب الجزائر المحليين في بطوله افريقيا، لا لعيب كوره كبير جدا. كريستو اول ما سمع يعني عرفت انه الاهلي خلاص الرتوش الاخيره بتحصل على فريق، ببص عليه لا كريستو ده يعني ممكن يبقى ايقونه للنادي الاهلي، معجزه يعني، وسنه الصغير كمان ممكن يبقى تجربته مع الاهلي ناجحه لدرجه انه يحترف في واحد من الانديه الكبيره في اوروبا. طب انا عايز بقى اقول لك على مفاجاه، هو حد يصدق ان رودري اللي احرز هدف فوز السيتي على الاستاذ رودري شفت انت بتقول ايه؟ شفت انت بتقول ايه؟ الاستاذ رودري الاستاذ حد يصدق ان رودري لم يشارك في مباراه مانشستر سيتي وتشيلسي اللي خسرها تشامبيونز ليج السيتي بالظبط. فبعد سنتين بيرجع رودري وبيكسب فريقه اهم بطوله في القاره، فهي دي زي ما انت بتقول التايمنج التوقيت. وقتها يمكن ما كانش جوارديولا شايف ان رودري قادر يحجز مكان اساسي في التشكيل، ولكن اشتغل مع اللاعب وما استغناش عنه وفضل اللاعب لانه هو اصلا امكانيات وطريقه لعب النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم في موضوع التشكيل، انا اعتقد ان الشناوي لو بدايا الشناوي الجاهز هيبدا بالشناوي، هيبدا بمحمد عبد المنعم لان محمد عبد المنعم تمت اراحته من مباراه جنوب السودان وبيشارك في التمرين. ياسر ابراهيم نفس الكلام، متولي عنده اصابه اعتقد ان هو مش هيلحق. ربيعه جاهز الناحيه الثانيه، محمد هاني ما شاركش في مباراه جنوب السودان فبالتالي هيشارك. علي معلول على حسب الجاهزيه برده البدنيه، وانا اعتقد ان هو كان في اجازه فاعتقد ان هو هيرجع وهيشارك. وسط الملعب السلاية موجود وجاهز، حمدي فتحي كل أليو ديانج مش هيلحق فهيخش طبعا مروان. نفس الكلام قدام حسين وعبد القادر، واعتقد ان هو يبدا بمحمد شريف على حساب كهربا اللي شارك في مباراه جنوب السودان مع منتخب مصر. وزي ما قال احمد اي 11 لاعب بيشاركوا في النادي الاهلي الفتره دي تقدر تقول عليهم ان هم دول 11 الاساسيين. صحيح عوده برضه، خد بالك الجمهور عايز يتفرج يعني طبعا. يعني احساس الجمهور ب انا بتكلم على الجمهور، اللعيبه لازم تاخد المباراه دي جد الجد، احنا مش محتاجين اي مطبات، واللعيبه عارفه طبعا ومستر كولر اكيد في اوضه اللبس هيقول الكلام ده، لكن الجمهور كمان حاسس ان البطوله قريبه فعايز يستمتع يعني عايز يستمتع، عايز يشبع كوره يعني فاهم بالظبط. يعني احنا عندنا 10 ماتشات محتاجين نقطه 77، بيراميدز اللي هو تاني لو كسب كل ماتشاته يوصل 76، فيعني عايزين نتفرج على كوره وعايز مكسب بس برضه. الجمهور عايز يستمتع ببطل افريقيا بالظبط يعني احنا عايزين مكسب طبعا مهم جدا ده اساسي ما فيهوش نقاش، بس مع المكسب ده يبقى في كوره ممتعه وكوره حلوه. عوده كهربا للمنتخب، هو طبعا كهربا من صغره كهربا دولي. طول عمره لعيب منتخبات لكن عودته للمنتخب كمان وتالقه مع منتخب مصر ومؤسس بطوله هداف دوري ابطال تشامبيونز ليج، تالي برضو ده يفرق معاه جدا معنويا فيما تبقى من مشوار الدوري. طبعا انا شايف ان كهربا احمد ان من اللعيبه الذكيه جدا، بتحرك طبعا على داخل منطقه الجزاء. كهربا يعني اضافه كبيره جدا وطول عمره لاعب دولي مع منتخب مصر، وما ننساش طبعا هدفه مع منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه كان هدف مؤثر جدا، وهو بيعرف يتحرك في منطقه الجزاء وبيعرف يجيب جون. ودي الحاجات اللي مستر فيتوري اعتقد هو ضم كهربا فيها، قال لك انا يعني فاكر التصريح بتاعه كويس جدا. أيوة. قال لك انا كنت متردد لكن كهربا في ماتش كان ماتش القطن الكاميروني ساعتها جاب فيها هدفين، قال لك انا اتاكدت قراري بعد المباراه دي. فهو كهربا يعني لاعب ذكي
ولاعب بيعرف يتحرك كويس جدا، واعتقد كهربا عنده الشخصيه وعنده الامكانيات الكبيره جدا اللي خلته ينسجم بسهوله جدا مع منتخب مصر، ما اخدش وقت زي كانه لاعب جديد. وده نفس الفكره برده مع النادي الاهلي، يعني كهربا لما رجع بعد فتره غياب مع النادي الاهلي ما حسيناش ان هو كان غايب، فدي كانت حاجه مهمه جدا لدخل كان اللعيب اصلا كان موجود. فكهربا اعتقد يعني بيثبت كل يوم ان هو لعيب كبير، لعيب اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، وطبعا يعني بقى لاعب مهم جدا مع النادي الاهلي. واعتقد هو هداف، ما ننساش برده ان هو هداف دوري ابطال افريقيا مع بالمناسبه مع اسمه ده مع تشيلويلي فاعتقد ان كهربا بيحقق الفتره الاخيره ديت يعني انجازات وارقام كبيره جدا الفتره الكبيره صحيح. مع الاهلي. نتمنى التوفيق لرجالتنا بكره. هل لديكم اقوال اخرى فيما يتعلق بمباراه الاهلي والحرس؟ عايزين بس ممكن لو بما ان السؤال هل لديكم اقوال اخرى، احنا عايزين بقى النغمه السؤال اللي شكله كده شكله الدور لا 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 هو بس يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني موضوع الهجوم الاعلامي والمحاوله، ويمكن انت اتكلمت عليها، انا بتابعك في الحلقات الاسبوع الحالي اتكلمت عليها كتير، موضوع محاولات التقليل من انجاز النادي الاهلي من فريق النادي الاهلي من المدير الفني للنادي الاهلي. المحاولات دي غير مقبوله، واحنا كقناه النادي الاهلي وكاعلام النادي الاهلي هي بص انا بضحك يعني لما تلاقي واحد قاعد بيستضيفوه في اكتر من قناه وصف نفسه قبل كده بالهجاص، هو اللي قال على نفسه، يطلع يتكلم عن مدير فني حقق في اول تجربه ليه داخل مصر وافريقيا 4 بطولات منهم البطوله الاكبر على مستوى القاره، قدم اداء بالمردود الكبير قدام ريال مدريد، ووصل قبل كده مع منتخب النمسا الافضل ترتيب في تاريخ المنتخب، كل ده ويطلع واحد يقول اصل الراجل ده ما عندوش. طب ايه الهدف يعني؟ احنا عايزين نسال ايه الهدف من التصريحات دي؟ يعني ايه الهدف؟ ترند معروف، ايه الهدف؟ الترند يا بلين. محاولات التقليل من مروان عطيه، يعني مروان عطيه لاعب من 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 وقت الاتحاد السكندري والكل بيشاور على مروان عطيه، لما وصل للنادي الاهلي في اول موسم ليه قدر يفوز مع النادي الاهلي، قدر يحجز مكان اساسي في وسط كوكبه من نجوم حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه، 3 من اهم النجوم في النادي الاهلي، قدر ينتزع مكان اساسي ويشارك ويحجز مكان اساسي في منتخب مصر بالمناسبه في المباراه الرسميه روي فيتوريا اشركه في مباراه غينيا اساسيا مع النجوم مع محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، لما يصر واحد من اياهم ان كل مباراه يمسك مروان عطيه قاطع، طب ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ لا فاحنا دورنا، لا احنا هنحمي لعيبتنا، هنحمي فريقنا، هندافع عن مديرنا الفني وارقامهم وادائهم وكل ده. لسه هقول لك بالظبط في النهايه، يعني انا بيعجبني جدا في مدرسه النادي الاهلي انه الرد في الملعب، في الملعب صح بالظبط، يعني فكره انه تاخد الكلام ده تحطه تحت رجليك فتطلع لفوق اكتر، هي دي الفلسفه اللي لعيبه النادي الاهلي بتشتغل عليها واللي اوضه اللبس في النادي الاهلي بتشتغل عليها بشكل كبير جدا. وصدقني كل الكلام ما بيخلص، ما يعني مش هدفه ولا شيء اكتر منه بس ترند. فكره انك تستفز مشاعر جمهور صح. بحجم جماهير النادي الاهلي انت بتضمن طبعا، انت لو دخلت شفت التعليقات بس على اي حاجه من النوع ده هتلاقي جماهير النادي الاهلي بتهجم وبتدافع، هو ده المطلوب. انا ممكن يعني استفزك او اغلط فيك بهدف ان انا اطلع ترند، وهي هو في النهايه معروف ان الناس بقت عارفه ان اسلوب رخيص جدا لفكره متابعه او علشان يعني. كده هيفضل النادي الاهلي النادي الاهلي، وهيفضل غير الانديه الاخرى تفضل كل واحد هيحافظ على مكانته بالشغل ده. بس الواحد بيفتخر، انا هبقى سعيد جدا 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 لو الناس بدل ما يعني هي مسخره كل طاقتها وكل قوتها وكل قنواتها وكل اعلامها وكل ميليشياتها الالكترونيه في انها تقلل من انجازات الاهلي او تنتقد نادي الاهلي او تكسر في نادي الاهلي، الطاقه الكبيره دي الامكانيات الضخمه دي لو توجهت لصالح يعني كائنات ثانيه بالظبط عشان تطلع لفوق، وبقى في مصر بقى عندنا كانت نجحت 4 5 6 نماذج اهلي بالزبط. الرياضه في مصر دي تروح في حته ثانيه، ومنتخب مصر يروح في حته ثانيه، وكوره في مصر تروح في حته ثانيه خالص. احنا عانينا، احنا كنا بنلعب الترجي يطلع علينا بعد المباراه يقول لك الترجي لو سموحه لعبت الترجي هتكسبه، نلاعب الرجاء يقول لك لو سيراميكا لعبت الرجاء هتكسبه. مش معقوله يا جماعه، ما فيش حد بيحاول يقلل من انجاز حد، خلي بالك هم كانوا محاولات عرقله، ولكن النادي الاهلي عشان كان مركز، وكولر تحديدا، احنا يمكن شفنا التسريبات اللي كانت داخل غرف خلع الملابس بقى، التسريبات الصوتيه اللي تم تصويرها ورصدها بين الشوطين وقبل المباراه وكلام اللعيبه، لا يا جماعه شخصيه النادي الاهلي غير، مدير فني النادي الاهلي غير، الراجل اللي بيتكلم يقول ما عندوش فكره ولا ما. لا لا لا، يجي يسمع، يجي يشوف الراجل بيتكلم بيقول للعيبه ايه، ممكن ابدا بيرجعهم ازاي، مش ممكن ابدا كلمه مهما كان حجم الشخص ده، اذا كان حتى يعني اذا كان حتى ليه مصداقيه وليه تأثير، مش ممكن أبدا كلمة تأثر في فريق بحجم النادي الأهلي على كيان. لا لا احنا مش بنتكلم فريق، لا أنا بكلمك بس يعني إذا كانت الناس دي معتقدة أن طريقة تفكيرها أو منطقها أنه الكلام ده ممكن يعطل أو يوقع أو يضغط على نفسية الفرقة فبالتالي يحصل لها مطبات تخرجها من بطولة، مش ممكن ده يحصل مع فريق بحجم النادي الأهلي بكل خبراته والتراكمات
ومش ممكن يكون تأثيره. خد بالك أنا ضربت مثل مهم جدا، الفرقة دي في دور المجموعات تلقت هزيمة كافية إنها تقعد فرقة ما تقومش في أفريقيا 10 سنين قدام، تمام، ومع ذلك قامت وانتفضت وقدمت أدوار إقصائية أمام عتاولة أفريقيا بدون خسارة واحدة، خلت كل الكبار يخافوا يواجهوا النادي الأهلي. أنت لعبت في من بعد دور المجموعات ترجي ورجاء ووداد، ما خسرتش ولا مباراة جوه أو بره، بالظبط. فشخصية البطل دي ما بتجيش بين يوم وليلة، وما تقنعنيش إن مروان عطية، مع كامل الاحترام أنا بحب مروان جدا يعني، جاي الأهلي بشخصية البطل. لا طبعا يعني دخل جوه، لا دخل جوه المنظومه طبعا يعني، ولا اي حد دخل الاهلي جه بين يوم وليله، ده دي ايام وشهور وشغل وكلام مكتسبات يعني متكتسبه من منظومه النادي الاهلي. هو بس الفكره ان انت ليه محاولات العكننه على جمهور النادي الاهلي في اكتر وقت؟ سيدي هو مش بيعكن عليك، الجمهور بيستفزك عشان تتفاعل فيبقى في فيو، عشان انت تتكلم برضه، فبقى انا متشاف، فبقى انا مشهور، فبقى انا معروف. القصه دي شغال عليها. انت عارف احمد المشكله في ايه؟ مفيش مشكله ان انت تنقد اي لاعب او تنقد اي حد، لكن انقده بموضوعيه. يعني انت تقول مثلا فلان ده تبكي عشان كذا كذا، انتقد 20 مره وفي مره يبقى في اشاده بس، يعني مره واحده بس يبقى في. لكن الاهلي بياخد 3 افريقيا، الاهلي وصل 4 افريقيا نهائي، الاهلي بيلعب كاس عالم، الاهلي بيكسب فالميراس وبيكسب الهلال وبيكسب الدحيل وبيكسب مونتري وبيكسب وبيكسب، بيقدم مباراه كبيره قدام الريال، بيتكلم غير انه بيشتموا في موسيماني وبيقللوا من كولر. بالظبط، يعني ما طب لما دول اللي هتشتموا فيهم مين الناجحين واللي بنقول عليهم ناس عظيمه او الناس اللي اضافت شيء؟ لا ده في مدرب فاز بدوري وكاس خرج علينا احد الاعلاميين قال ده محتاج يدي دورات وكورسات للمدربين. يا جماعه مش ممكن التعامل والتناول، احنا بنتكلم هنا على التناول الاعلامي، صحيح، يعني يبقى في فير بس. يعني ايه تناول ويعني ايه اعلامي؟ دي حاجات لو عرفتوها تبقى عمر. طب يلا نروح للميركاتو، والميركاتو السنه دي مش عارف ليه ضلمه كده، يعني كنت متوقع اخش في الميركاتو ولا في اللعبه الاول الامتحان؟ جاهز الامتحان؟ طب يلا نبتدي باللعب. استقريت على 11، تحط تشكيله تبقى ابدا الاول، تبدا انت الاول. يلا انت عايز تاخد من ورايا بقى؟ خلاص انا عادي. اي فريق في الدوري ما عدا الاهلي، يعني الزمالك 17 فرقه في الدوري ورا الاهلي، طلع لي منهم 11. احمد مصطفى مدير فني منتخب مصر هتختار لي 11 نلعب بيهم. ماشي، نلعب بيهم باسم المنتخب. عايزين نروح كاس عالم بقى. كاس عالم بقى. محمد صبحي في حراسه المرمى. محمد صبحي ناحيه الشمال. احمد فتوح. احمد فتوح. اسامه جلال. اسامه جلال. جنب اسامه جلال محمود مرعي. محمود مرعي. فيوتشر. باك يمين. علي فوزي. امبي. علي فوزي. ماشي. في نص الملعب ستة. غنام محمد. ماشي، حلوة. قدامه محمد رضا بوبو. حلوة برضو. محمود حماد. محمود حماد. ماشي دي كده ثلاثة ولا أربعة؟ كده ثلاثة. كده ثلاثة، غنام وبوبو ومحمود حماد. تمام. خط لعب مين وينجين؟ الوينجين هلعب شمال مصطفى شلبي. ناحية اليمين مصطفى فتحي. مصطفى فتحي. كنت فاكرك هتقول زيزو بس ماشي. لا مصطفى فتحي. مصطفى فتحي هايل على فكرة. اللعيبة اللي بتعجبني جدا. لا وحط جون في ماتش فات حريف قوي. تخصص الزاوية الضيقة. أنا زيزو كنت هحطه 8. زيزو كنت هحط 8 يعني، كنت محتار ما بينه وبين يعني في نص الملعب بينه وبين محمود حمادة. محمود حمادة كنت محتار ما بينهم الصراحة. والله هو توظيفه 8 برضه عالمي. أنا شايف إن زيزو أفضل مركز ليه 8 بالنسبة لي، حتى فيتوريا أكد كلامي يعني، هو بيلعبوا 8 أصلا. راس حربة بقى. هات لي راس حربة. انا اختار لك واحد غريب جدا. يلا. ما افتكرش حد ممكن، يعني اعتقد وانا بشوف ان اللاعب ده ممكن يعني لو مع الايام اعتقد يستحق ممكن بتواجد النادي الاهلي. احمد امين اوفا لاعب انبي. اوبا جابوها من الكنترول. هو قالوا كده ولا ايه؟ قال لي كده على طول، منصف على طول. تشكيل احمد مصطفى، محمد صبحي حراسه مرمى، احمد فتوح باك شمال، قلبين دفاع اسامه جلال ومحمود مرعي، وعلي فوزي باك يمين. في نص الملعب اختار غنام محمد ورضا بوبو ومحمود حماده، باك جناح شمال مصطفى شلبي، وجناح يمين مصطفى فتحي، واوفا في خط الهجوم، قلب الهجوم. تمام يلا. يا هو هنتكلم في ليه بقى؟ تمام ماشي. حراسه المرمى محمد صبحي طبعا. محمد صبحي. الرباعي الدفاعي ظهير ايمن محمد الشيبي.
ايمن محمد الشيبي ظهير عادي، ما مصر مصري ماشي لا من الدوري عادي مصر كان عادي، يعني انا افضل مصري بس لو انت عايز محترفين انت مدرب منتخب مصر احنا ماشي منتخب الدوري يلا احنا نخليها منتخب الدوري ماشي يلا محمد الشيبي ظهير ايمن محمود مرعي طبعا موافق يا ولا عايز ترجع في حاجه لا لا انا تمام عشان هو وسع كده هو كده وسع بصراحه على نفسه طبعا هو ياخد رفيق كاب وشكله شكلك عايز تاخد احنا احنا قلنا افضل 11 لا انا ماشي انا بس انا قلت له افضل 11 عشان يبقى انا تشكيلي مختلف عن تشكيله طيب انا خلي بالك احنا في تقارب كبير بس لو اديك برضو يعني حقك لو حابب تغير غير لا لا مش هغير عشان في محترفين كويسين جدا برضو يعني مدافعين باكات احنا هنمشي على طريقه الدوريات الاوروبيه زي ما بيختاروا افضل 11 في يلا الدوري افضل 11 في الدوري محمد الشيبي ظهير ايمن احمد موافق على اللي انت قلته افضل 11 في الدوري ولا عايز تعدل حاجه لا لا تمام متاكد ماشي يبقى نبدا من اول محمد صبحي ماشي محمد صبحي محمد صبحي باك يمين حارس المرمى الشيبي باك يمين محمود مرعي محمود مرعي متفقين انتوا على مرعي بالظبط وصبحي الونش الونش بس مصاب الراجل انت هتجيب واحد مصاب احنا بقى هنجيب هو كواليتي مفيش ناس بس مصاب دلوقتي خليك في المدريد ماشي يبقى اسامه جلال انت مش عايز تقول اسامه جلال لا انا بتكلم على اللي انا ده تشكيلي رؤيتي الجمهور هيحاسبنا استنى لما يرجع من الاصابه الجمهور هيحاسبنا ماشي اسامه جلال ظهير ايسر فتوح احمد فتوح وسط الملعب ثلاثه محمود حماده محمود حماده رضا. طب ما تقول لي اللي قاله احمد مصطفى وغير عليه لا انا هقول لك خلاص رضا بوبو رضا بوبو وليد الكارتي وليد الكارتي ماشي جناحين مصطفى فتحي وزيزو وراس حربة حسام حسن مفاجأة دي بالنسبة لي بس كده فرقتي بقى تلعب فرقته ونشوف هو فرقتك هي فرقته تقريبا بس باختلاف بسيط يعني الباك يعني محمد احنا مختلفين على الباك رايت مختلفين على الباك رايت عندنا واحد واحد في نص الملعب انت في الثمانيات انا مختار الكارتي انت شلت غنام وحطيت وليد الكارتي بالظبط وشلت مصطفى شلبي ولعبت زيزو بالظبط وشلت اوفا وحطيت حسام حسن بالظبط ده افضل تشكيل منتخب او افضل تشكيل 11 في الدوري المصري بره النادي الاهلي بره النادي الاهلي الموسم ده في رايك مين يكسب بص كده بص انا هقول لك بالاجانب لا هقول لك لانه الحقيقه في يعني في تشابه كبير جدا بس احمد فتوح مفيش خلاف عليه تمام ودي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي في مصر. أنا عايز أقول حاجة بمناسبة أحمد فتوح، محمد حمدي عامل أداء كبير جدا مع منتخب مصر، يعني سيبنا من أداؤه مع بيراميدز. طب أنا أقول لك حاجة بس وهو رقم واحد بالمناسبة عند فيتوريا حاليا محمد حمدي مش فتوح. أيوه. وفي محمد حمدي تاني. بتاع إنبي طبعا. بتاع إنبي 2003 مع منتخب أنا أحط محمد لاعب واعد يعني جدا. لاعب واعد. ناس كتير جدا بتراهن على محمد حمدي بتاع إنبي. لاعب كبير. وبيلعب في مركزين بيفكرنا بجيلبرتو بيقدر يلعب كمان في نص الملعب لان هو كان بيلعب مع منتخب وفي في الظهير الايسر محمد شكري ظهير ايسر النادي الاهلي اللي انتقل لسيراميكا برده عامل ارقام كويسه مع سيراميكا الموسم ده ماشي احنا بس عايزين تقول برده رايك التشكيل مين يكسب التشكيل مين اللي انا همشي معاك واحد واحد ماشي. محمد صبحي موافق عليه تمام واحمد فتوح برده ما فيش خلاف على محمد بس خلينا نقول برده مين ممكن يجي ورا يعني مين ورا حط بديل ماشي يعني حط دلوقتي حط بديل على طول بسرعه يلا بديل فتوح محمد حمدي بيراميدز محمد حمدي وانت محمد حمدي بيراميدز برضو اوكي خلاص يبقى كل واحد يقول اسامه جلال انت الاول بعد يعني بديل اسامه علي جبر بديل اسامه عبد الله بكري محمود مرعي مصطفى محمود مرعي بديل في 17 انا عمال افكر في 17 مفيش حد نور مثلا عندنا مشكله في المساكين فعلا مين احمد سامي ما ياكلش احمد سامي لا بيراميدز لا ما انا عارف بس يعني ما ياكلش فعمال افكر بس احنا هنجيب الانديه من بعد فاركو عمر فايد وسموحه يعني برضه لا مش عمر فايد ممكن باهر محمدي انا موافق باهر محمدي انا لا انت مش باهر انا احمد علاء المقاولين الموسم ده انا احط باهر محمدي الموسم ده احمد علاء عامل موسم استثنائي مع المقاولين العرب ومش واخد حقه الشيبي وعلي فوزي وبالمناسبه احمد علاء منتخب مصر بعت له
طلب الاوراق بتاعته كان في نيه يضمه ولكن ما تمش الاختيار عليه. يعني انا باكد بقول ايه اسباب اختياري. ايوه يعني باد لك يمكن ليه فتره اللي فاتت بس يعني بما ان السيزون ده مع المقاولين العرب وحتى هم في مركز الخامس. الشيبي وعلي فوزي هو انا اخترت الشيبي. ايوه بديله بقى قصدك مين بقى بديله؟ ممكن يكون اللاعب بتاع فاركو الباك رايت بتاع فاركو اللي هو انكادا. انكادا لاعب فاركو ظهير ايمن مميز جدا. باسم علي عامل موسم كبير جدا قدم موسم كبير وبيجيب اهداف بينور ساعات هو حظه كان سيء الاصابات بس هو كواليتي برده. باسم علي انكادا ده دولي لعيب كويس قوي في هو مدخل اجانب معاه في الثلاثه حلوين بصراحه. بص الاربعه اللي انتوا اخترتوهم في نص الملعب اربعه معلمين بصراحه يعني محدش يختلف على الكواليتي بتاعهم. تعال نشوف كده انتوا اخترتوا غنام وبوبو ومحمود حماده وبوبو وحماده ووليد الكارثي صح؟ انا من المعجبين انا عايز اقف مع خطين النص دول شويه اقول اسباب ليه اختيارات. هو احنا كده في فرق بين غنام وكارتي. انا هلعب غنام بصراحه. انا هلعب ب 4-3-3 فانا محتاج لعيب رقم 6. يعني انا ليه قلت غنام؟ عشان انا هلعب بلعيب رقم 6 محتاجه. لو انت دخلت محترفين انا هقول بلاتي توري طبعا. ما رضيتش ادخله على فكره. الموسم ده متراجع. لا ده مش تفرق. متراجع لعيب جامد. لعيب لو انت بتتكلم محترفين هتدخل فيهم محترفين. انا ما رضيتش ادخل هحط بلاتي توري على طول رقم 1 الصراحه. غنام بدون انا هلعب بالتشكيل ويعني 4-3-3 فمحتاج لعيب رقم 6. مش هقدر العب كلهم لعيبه كوره في نص الملعب. يعني بوبو لعيب كوره، محمود حماده لعيب كوره، فمحتاج وراهم لعيب اعتقد رقم 6 كويس جدا. غنام عنده كوره حلوه جدا قوي. انا بقول لك لعيب كورته متطوره كمان. يعني رقم 6 اللي هو متطور بيلعب لقدام، واعتقد مع كابتن علي ماهر اعتقد يعني تطور جامد جدا. ان انا متابع غنام محمد من زمان يعني حتى لو هو في الانتاج الحربي. هو زعلان ان انا قلت انا غنام وسيب هو اصلا مختار غنام عشان خاطر يراضيك. لا خالص والله ده هو ما كانش لسه قال حاجه. على فكره انا غنام انا بختاره من زمان. بحب غنام. انا غنام يعني انا غنام ده من ناشئين الاهلي اصلا. غنام محمد ده ليه قصه معاه. انت ما فيش فرقه في مصر تغربلها مش هتلاقي فيها من مدرسه طبعًا. الاهلي جوهره. انت عارف احمد غنام محمد ده كان في الانتاج الحربي، فانا ليه قصه معاه. كابتن احمد كشري طبعا كان ماسك الانتاج الحربي طبعًا. فانا كلمته قلت له يا كابتن في لعيب عندك في الفرقه اسمه غنام محمد، اللعيب ده كويس قوي. قال لي اللعيب ده غنام محمد هو اللي جابه غير مركزه. يعني غنام محمد ده ما كان بيلعب اصلا باك رايت، هو جاب لعبه وحطه في نص الملعب. يعني كابتن كشري كان برده سبب ان هو يحط في نص الملعب وتالق جدا. مختار كمان عمل فتره كويسه قوي مع مختار. فغنام انا مقتنع بيه من بدري. يعني هو محمود حماد على فكره ان الاثنين مقتنع بيهم من قبل حتى مستر فيتوريا ياخدهم، فاعتقد انا كنت مقتنع بيهم الاثنين. لو هتختاروا من الاربعه دول واحد بس يجي النادي الاهلي، اختاروا واحد من غير ما اقول لك ايه. ماشي اختار واحد من غير ما يعني التوب فيفوريت بالنسبه لك فيهم، اكتر لاعب فيهم مفضل بالنسبه لك. هاخد واحد مصري وواحد اجنبي. انت بتشجع ريال، اختار واحد يلعب في ريال مدريد. دول هاخد واحد مصري وواحد اجنبي من الاربعه. يعني هتاخد اثنين. هاخد اثنين. الكارتي وبوبو. الكارتي وبوبو. انا بوبو لو مصري. يعني انت عايز اخد ادخل اجنبي؟ خد اجنبي بوبو طبعا. لا بوبو انا بوبو وشايف الاجنبي. وليد كارتي طبعا لعيب كبير جدا واضافه. لعيب كبير طبعا محدش يقدر يقول لا طبعا. لكن طبعا. انا بشوف ان بوبو لعيب كبير قوي قوي. تمام نروح لخط الهجوم. اختلفتوا بقى هنا. مصطفى شلبي، مصطفى فتحي، وأوفا. اتفقنا على مصطفى فتحي. اتفقتوا على مصطفى فتحي، واحد من افضل مواسم مصطفى فتحي السنه دي الحقيقه. لعيب كوره كرييتيف متحرك ولعيب دولي حريف. عنده حلول. ولعيب دولي. انا ما يهمنيش حريف على فكره. يعني طبعا يهمني حريف، بس اصل اقول حريف وإيجابي. لصالح ايجابي ايجابي فعال. يعني يهمني يبقى الحرفنه دي يبقى ليها فعاليه. على لكن حرفنه من غير فعاليه ما كده في السيرك ولا ايه؟ صح. لكن هو السنه دي عامل موسم كويس جدا. تمام. حسام حسن ليه؟ حسام حسن ليه؟ حسام حسن واحد على فكره بالمناسبه من الهدافين اللي عندهم. انا كنت مستني واحد منكم انتوا الاثنين يقول احمد ياسر ريان. لا احنا هنختار. انا لو هنختار على الموسم ده ماشي اوكي. احمد ياسر ريان الموسم ده مش الافضل ليه مع سيراميك خالص. اوكي ماشي. حسام حسن مع سموحه بعد العوده بعد الانتقال من الاهلي في يناير. لا ده فرق جدا مع في احرز 6 اهداف وتسبب في هو لاقي نفسه مع الموج الازرق. بالظبط. يعني هو هناك على فكره بالمناسبه يمكن التاريخ. كان الحاج فرج عامر طلع وقال او المهندس فرج عامر قال تصريح مهم، قال ان حسام في سموحه ما بيتعاملش على انه لعيب، لا ده كابتن الفرقه وقائد ومسؤول عن حاجات كتير قوي، فيمكن ده من اسباب تالقه مع سموحه. طب هنقف هنا وهنرجع نكمل قبل ما نروح لميركاتو اوروبا، بس معانا كريم احمد يطمنا على بقى التدريبه اللي بدات من نص ساعة يمكن أو أكتر،
والتدريبه الاخيره للنادي الاهلي من نادي الجزيره، من اهلي الجزيره طبعا ملعب مختار التتش. معانا زميلنا العزيز كريم احمد. مساء الخير يا كريم. عايزين نساله على حاله المصابين. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب اطمن منك على تمرينه النهارده واطمن جمهور النادي الاهلي على الاسماء. يعني عرفنا طبعا انه متولي اصيب في التمرينه، عارفين انه كريستو مع المنتخب، عارفين انه يمكن في قرار، مش عارفين، عايزين اتاكد منك اذا كان في قرار باراحه محترفين الاهلي الاجانب اللي شاركوا في مباريات دوليه مؤخرا زي بيرسي تاو واليو جانج. طمنا كده على استعداد الاهلي لماتش حرس الحدود بكره ان شاء الله. يعني في البدايه بالتاكيد طبعا ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، مباراه صعبه جدا بالتاكيد لحرس الحدود وبطوله الدوري العام، وتجديد بقى الرغبه والدوافع الكبيره جدا، لان هو هذه البطوله الثانيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي حاطط عينه عليها. يعني الحسم اما تحسم البطوله قبل ما تنتهي هترفع الضغوطات بشكل كبير جدا على اللاعبين، وده الامر المهم جدا اللي بنتمناه ان شاء الله يكون في تركيز كبير جدا جدا في البدايه. 5 مباريات متتاليه ان شاء الله باذن الله خطوه خطوه نقدر ان احنا نحسم الدوري في ال5 مباريات القادمة. لكن نأكد لك على نقطة مهمة جدا، يعني يمكن في الخلفية موجود بيرسي تاو وديانج بيشاركوا في التدريب، ويمكن شاركوا أيضا كمان في تدريب الأمس، واضح الجاهزية الكبيرة. ويمكن مستر كولر يعني القرارات دي أكيد بننفيها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، الراجل لو عايز يريح هيريح في المباراة، لكن مش هيريح عدد كبير جدا من اللعيبة، لأن يمكن الحالة البدنية طمن عليها الجهاز الفني والجهاز الطبي بعد عودة كل لاعبين المنتخب الوطني، بعد عودة ديانج، بعد عودة تاو، ولسه كمان منتظرين الضاوي. لكن باكد لك جاهزيه كل المحترفين الدوليين، القندوسي كمان وعلي معلول بكل الجاهزيه الكامله. هي بس ممكن بالتاكيد الراجل يحاول ان هو بقى يوزع الجهد ويعمل روتيشن، لان انت عندك 5 مباريات قادمه، الراجل عايز يدي فرصه وفي نفس الوقت عايز يحافظ على القوام وعلى الشكل الاساسي لفريق النادي الاهلي. لكن الحمد لله كل اللعيبه متواجده باستثناء طبعا متولي، يمكن قلنا متولي بيقابله سوء حظ شويه في موضوع الاصابات، لكن قضاء وقدر كل الاصابات ان شاء الله يعود من جديد. عندنا زي ما بناكد في كل مره قائمه مليئه بالنجوم، مليئه بالمواهب، مليئة باللعيبة الكبار في صفوف فريق النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله المتواجد غدا في القائمة بمشيئة الله يؤدي الدور وزيادة. ويمكن أكدنا وقلنا يعني لسه يمكن هذا الأمر لم يحسم، إن شاء الله يحسم بعد انتهاء هذا التدريب وبعد القائمة، لأن يمكن دور علي لطفي ومصطفى شوبير مهم جدا إن هم ياخدوا مباريات خلال الفترة القادمة. أكيد الشناوي دوره مهم الحقيقة، لكن الشناوي لعب مباريات كثيرة جدا ويمكن ضغط كبير جدا عليه بدني. بنأمل إن شاء الله بإذن الله مصطفى شوبير الحقيقة ظهر بأداء رائع جدا، علي لطفي أيضا كمان، حراسة المرمى لابد يكون فيها روتيشن مع الروتيشن اللي احنا متوقعينه مع فريق النادي الاهلي ومع مستر كولر في مباراه الغد. الراجل بيحاول ان هو يدي فرصه لبعض اللعيبه، بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه، لان اللود كبير جدا والحمل كبير جدا خلال الفتره القادمه. لكن باكد لك تدريب النادي الاهلي بدا اليوم في تمام الساعه 7، محاضره سريعه باحتفال سريع كده لحسين الشحات طبعا اللي بيقول له كل سنه طيب حسين، عيد ميلاده النهارده. يمكن لعيبه النادي الاهلي احتفلت مع احتفال بسيط جدا كالعاده معتاد في غرفه خلع ملابس، ومنها الى التدريب. بالتاكيد النهارده يكون التدريب مهم جدا في بعض الامور الخاصه طبعا بالارتكازات والتكتيك والامور الخاصه طبعا بحرس الحدود، عنده معنويات كبيره جدا، الراجل مش بايع على حاجه حرس الحدود، عشان كده الجيم هيكون صعبه، نشوف غلق مساحات، كل الامور دي الحقيقه مستر كولر اتكلم مع فريق النادي الاهلي ومع اللاعبين ان احنا هنقابل صعوبات في مباراه الغد، عشان كده لابد يكون تركيزنا عالي جدا، لابد ان احنا ما يبقاش في تهاون، لابد يكون في احترام كبير جدا للمنافس. ودي الحقيقه بتدينا ثقه كبيره جدا وبتدينا امل ان الفتره اللي جايه مهمه جدا للاعبين، الاداء والرغبه والتركيز الكبير اللي شايفينه مع فريق النادي الاهلي بيدينا الامل ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نحسم بطوله الدوري قبل انتهائها كالعاده. الامور صحيح. طيبه جدا، يتبقى لنا ان شاء الله انتهاء التدريب، يتبقى لنا نطمن على اللاعبين، وغدا ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي، ويكون 3 نقاط مهمين جدا زميلي كريم. عارف انه في اجتماع مجلس اداره، ويمكن لغايه لما طلعت على الهواء كان الاجتماع مازال مستمر، هل في اي جديد او هل انتهى الاجتماع ولا مازال مستمر حتى الآن؟ لا يعني اقدر اقول لك الاجتماع مجلس الاداره ما زال مستمر، بدا الاجتماع الحقيقه صباحا يعني 12 ظهرا كانت البدايه بالمكتب التنفيذي، ثم بعد كده بقى الملفات بتتوالى، النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، كل الامور المعتاده، ومن بعدها بدا الاجتماع بالمجلس بالكامل طبعا بوجود اعضاء مجلس الاداره بالكامل في 3 عصرا. امور الحقيقه وترتيبات كثيره جدا في مجلس الاداره، ترتيب للالعاب الاخرى للفريق كره القدم، للصفقات، لامور عديده جدا، للاعراض، كل الحقيقه مجلس الاداره عنده شغل كبير جدا خلال الفتره القادمه. لكن لسه حتى هذه اللحظه لم ينتهي مجلس الاداره، كلنا منتظرين القرارات وكلنا منتظرين البيان طبعا المعتاد من الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله تكون قرارات في مصلحه النادي وفي مصلحه كل الفرق بمشيئه الله. اكيد طبعا ما فيش شك، وان شاء الله الاجتماع ده
يعني ان شاء الله بعد انتهائه هيحمل لجماهير النادي الاهلي اخبار عظيمه ومفاجات كتير، وان شاء الله باذن الله قرارات تاخد الاهلي بالتاكيد لقدام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد. دي تمرينه الاهلي تقريبا، شفت كل اللعيبه، مفيش حد غايب يمكن باستثناء محمود متولي واكرم توفيق وكريم فؤاد اللي ما شاركوش طبعا، ما زالوا يعني بيستكملوا البرنامج التاهيلي بتاعهم. نتمنى التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله، كلنا ثقه كبيره فيكم. كل سنه وانت طيب يا سحس. مفيش حاجه ابدا ممكن تغير او تبدل مشاعر جماهير نادي الاهلي ناحيه حسين الشحات. انت واحد من لاعيبه النادي الاهلي التاريخيه، انت سجلك وانجازاتك وبطولاتك وارقامك واهدافك وترقصاتك كلها محفوره في ذاكره جيل كامل من الاهلاويه اللي استمتعوا بحسين الشحات، والجماهير يعني مكانتها او مكانتك في قلوبها بالتاكيد ابدا مش ممكن حد، لا سوشيال ميديا ولا اشاعات ولا تصريحات لاي حد تغير من مكانه حسين الشحات في قلوب الاهلاويه. نروح للميركاتو بسرعه. عايزين انت قلت حسام اوفا. اوفا شايفه انه لولا بدايه ام بالسيئه كان اعتقد مكانه في منتخب مصر دلوقتي، لان هو بعد بدايه بعد ما نادي ام كم بدأ. سنه اوفا؟ اوفا 25 سنه. 25 سنه لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، محطه المهاجم اللي هو بيلعب دماغه كويس، لعيب سريع افريقي. بالظبط، يعني لعيب كويس جدا. أيوة من اللعيبه، من الستايل اللعيبه، ستايل اللعيب اللي هو اللي تحس ان هو في يعني طريقه هجام، اللي هو لعيب بيعرف يتحرك كويس جدا في منطقه الجزاء. انا بشوف ان هو من المهاجمين المميزين جدا من وهو في الشرقيه للدخان. على فكره هو كان عمل موسم مميز جدا مع نادي الشرقيه للدخان مع كابتن علاء عبد العال، وتالق طبعا الفتره الاخيره مع نادي انبي، واعتقد ان هو مساله وقت انضمام لمنتخب مصر، واعتقد ان هو يروح نادي كبير. ويعني لو 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 لا اعتقد لو موجود في النادي الاهلي اعتقد احمد امين اوفا هيبقى مهاجم، هيعمل فارق مع النادي الاهلي. في برضه في لاعب عامل الفتره الاخيره مستوى مميز جدا، احمد هاني ظهير ايمن سيراميكا. بما ان انا اخترت الاثنين الظهيرين الايمن اثنين اجانب، فانا لو هاخد مصري من خارج النادي الاهلي هيبقى احمد هاني المنتقل لسيراميكا من طلائع الجيش، عامل برضه الفتره الاخيره اداء كبير جدا مع سيراميكا. يعني شايف احنا خدنا مصريين واجانب، هو بينحاز بعد اوفا وبعد اوفا وبعد حسام حسن. انا بعد حسام اوفا على طول، بعد حسام اوفا وبعد اوفا. هو احنا عشان طب معلش احنا عايزين نصحح بس، هو اوفا مش اوفا، عشان هو طلع انا اوفا مش اوفا، عشان ما يبقاش هو في لبس بينه وبين اوفا مصطفى شوبير. هو اوفا احمد امين اوفا تمام. انا بعد حسام حسن اوفا. انت اخذت المهاجم البديل يعني؟ لا انا مش هاخد حسام حسن، هاخد ريان. لا انا يلا عشان هنخش على الميركاتو هختار عايز بس يعني بشويش يلا. بشويش ما تكهربش. حجبري مين؟ حجبري. حجبري لعيب كويس، بس انا اختار اختار مهاجم يعني ستايله مروان محسن. اخترت مروان محسن، هو خدنا مدام مروان محسن. غششتك ما جاتش على الهوا. لا ما جاتش يعني مروان محسن. مروان محسن مروان محسن انا يعني من المهاجمين اللي انا اصلا مقتنع بيهم عامة، لان حتى المدربين الاجانب كلهم اللي دربوا النادي الاهلي ودربوا في منتخب مصر كلهم لعبوا مروان محسن، كان يعني في حاجه يعني حاجه غريبه يعني. ماشي. فانا بالنسبه لي مروان محسن هنطلع التشابه، هنطلع التشابه ونلعب بعض. انا بس لولا ان انا في الميركاتو انا عندي كلام كتير جدا يتقال في ده بالتشكيل. بس احنا مش كتبناهم. انت اعترفت ان انا اكسب بجنان محمد. خليهم معانا بقى طول الاسابيع اللي بقى. يلا نروح للميركاتو. كنت بقول في البدايه انه الميركاتو يبدو انه مش سخن كده، مفيش صفقات معاد تقيل، كلها صفقات هس عادية. تعال نتكلم في الأول ميركاتو، ناخد منكم الأخبار الصفقات اللي انتهت أو تمت بالفعل. تمام، يعني لو رحنا للانتقالات ناخد صفقة منك وصفقة من مصطفى. طيب خلاص تمام، لو رحنا للانتقالات أهم صفقة من وجهة نظر بلال. أهم صفقة تمت يعني أنا مش شايف حد لسه اسم كبير أوي انتقل، يعني يمكن بكرة ممكن جاندوجان ينتقل من السيتي لبرشلونة، دي هتبقى أول طبعا جود بلينجهام. أنا نسيت الصفقة الأهم. خليني بس قبل بلينجهام. بلينجهام طبعا بلينجهام. خليني أقول لجمهور النادي الأهلي ونزف له خبر مهم جدا، الأهلي يبدأ إجراءات التعاقد في إنشاء الفرع الخامس في مدينة العالمين الجديدة بإذن الله. إن شاء الله يكون زي ما تعودنا الحقيقة في يعني أربع فروع، يمكن خرجوا بسرعة الصاروخ الأهلي الحقيقة ما بيضيعش وقت. بعد أيام إحنا كنا إمتى يمكن أقل من شهر أقل من شهر في التجمع الخامس بنفتتح فرع الأهلي الجديد، وشفنا قد إيه الأهلي بيقدم نموذج رائع لنادي عصري، نادي من أندية الجيل الرابع زي ما بيطلقوا عليه، على أعلى مستوى الحقيقة كلنا استمتعنا بيه. بعد أيام الأهلي بيعلن عن إجراءات التعاقد أو بدء إجراءات
التعاقد فيما يتعلق بالإنشاءات في فرع النادي الجديد اللي أعتقد هيخدم مساحة عريضة جدا. ده أول فرع يعتبر خارج العاصمة خارج القاهرة. بس في سؤال يعني هيبقى فرع ولا هيبقى سور ولودر وعربية نقل؟ لا بنسأل الأهلي ما بيهزرش. لا أصلي إحنا بس إيه. طيب خلينا نقول بس حاجة مهمة جدا، ده أول فرع هيطلع بره حدود مدينة القاهرة، وبالتالي بيخدم، خد بالك كمان يمكن اللي ما راحش ما بين الساحل الشمالي، يعني ما بين شاطئ النادي الأهلي حاجة عالمية، ما بين الإسكندرية وبين مطروح، يعرف أو يقدر حجم التطور كبير والتوسعات العمرانية اللي كل سنة عن سنة بتختلف بشكل كبير جدا. وجود النادي الأهلي هناك بالتأكيد فيه طبعا مسؤولية كبيرة جدا، وفي إدراك لأهمية تواجد كيان النادي الأهلي في المنطقة دي، لأنه بالتأكيد هيغير من شكل وطبيعة الحياة هناك. فأعتقد أنه الفرع ده كمان ممكن يبقى ريكورد من حيث سرعة التنفيذ وسرعة الانتهاء منه. مبروك لجماهير النادي الأهلي، وخصوصا طبعا اللي هيكونوا قريبين من مدينة العالمين الجديدة، سواء عايشين فيها أو في إسكندرية أو في مطروح أو من سكان الساحل الشمالي. النهاردة الساحل بقى فيه ناس كتير عايشة طول السنة هناك، فأعتقد الناس دي هتستفيد جدا بوجود الأهلي. أنا بقول كده ليه؟ لأن إحنا بنشوف العجب، بنشوف النادي الأهلي زي ما حضرتك قلت رايح في حتة تانية بالفروع والإنشاءات، وتلاقي ناس قاعدة بتقلل وتقول لك إحنا ده وإحنا بنزود فروع، تيجي تبص على الفرع تلاقي سور ولودر وعربية. ما نزلتش بقى لنا بلاد. يلا نروح للميركاتو بسرعة عشان الوقت جري معانا خمس دقايق. أهم صفقة من وجهة نظرك جود بيلينجهام، عشان أنت بيلينجهام ريال مدريد. ريال مدريد انتظار مبابي. أوكي كمان عايز مبابي رقم 9. ولو خدت مبابي وجود بيلينجهام هتاخد الشامبيونز ليج السنه الجايه. هاخد كل حاجه. هتاخد كل حاجه. وزين الدين زيدان. وبنزيما اللي اديني بس اديني معاهم زين الدين زيدان وكده مش عايز حاجه. وبعت كارلو انشيلوتي كده في يروح البرازيل. هو رايح البرازيل. بس هو رايح البرازيل فعلا. مصطفى بيلينجهام طبعا افضل صفقه، انا شايف ان لحد الان يعني. في طبعا خوسيليو راح من اسبانيول اعاره لريال مدريد. صفقه ابراهيم دياز طبعا قطع اعاره. رجع ميلان لريال مدريد. جارسيا طبعا راح من ريو فيركانو لريال مدريد 5 مليون يورو. لعيبه برده مش مش عارف يعني انا مش فاهم شوت الحاجات. حاجه ما سخنتش. هو كل معظم الانديه متمسكه بالعناصر بتاعتها، يعني انت هتلاقي اللي هيفرط قليل جدا، عشان كده بقول لك ابرز بكره. طيب ممكن اللي احنا بنتكلم فيه ده الصفقات تمت بالفعل. تمام نكمل. احنا سيموني صفقه نوكونكو، كريستوفر نوكونكو من لايبزيج لتشيلسي. 65 مليون لعيب. ارتبط اسمه في فتره من فترات بريال مدريد، كان حظه سيء، اصيب مع قبل كاس العالم بايام وتغيب عن منافسات كاس العالم مع المانيا، ولكن لاعب واعد تشيلسي هيحتاجه بوتشيني الفتره الجايه. طيب تشيلسي طبعا تحت قياده ماوريتسيو بوتشيتينو في الدوري الانجليزي، عوده مره ثانيه بعد تجربه ناجحه جدا مع توتنهام واخفاق شديد جدا مع باريس سان جيرمان. تشيلسي كمان اتخلص من ثلاث لعيبه عقودهم كبيره وارقامهم كبيره، كاليدو كولوبالي، نجولو كانتي، وادوارد مندي الحارس. الثلاثه نجولو كانتي راح اتحاد جده رسمي. ادوارد مندي خلاص في المراحل الاخيره للانضمام لاهلي جده، وكاليدو كولوبالي للهلال السعودي، من الازرق اللندني للازرق السعودي. صحيح. بعد كده احمد في سيموني راح من فيرونا لنابولي. حسام عوار من ليون لروما مجانا. في لوكاتيلي من ساسولو ليوفنتوس، وموسى كين من ايفرتون ليوفنتوس 30 مليون يورو. كان غريب قوي بالنسبه لي كفاراتسخيليا واوسيمين انه ما يحصلش عليهم حاله صراع. احنا اتكلمنا وقلنا لسه ان الموسم ما انتهاش. هو لما نابولي خرجت من دوري ابطال اوروبا ويمكن حسمت الدوري بدري، والحاله اللي كان عاملها نابولي قلت شويه برحيل سباليتي والكلام ده كله، فالفريق تحس ان الجماعيه، وده هيبقى هو ده التحدي بالنسبه لهم الموسم القادم. لسه وبالمناسبه اوزامين لسه عليه كلام في ريال مدريد وفي مانشستر يونايتد. ما افتكرش ان هو راح مدريد. لسه عليه كلام لانه هو واحد من اميز رؤوس الحربه اللي ظهرت السيزون ده يعني. ايوه. طيب نروح يعني دلوقتي بيأكدوا عليه انه اكدوا انه هيجددوا له عقده في نابولي. فريال المافيا ما المافيا هددتهم كلهم. اللعيبه قالت اللعيبه هيمشي من ده، عملوا كده في هيجوين قطع الشرط الجزائي مش هيطلع من المطار. هيجوين ساعتها كان الشرط الجزائي بتاع اليوفنتوس، كان في هداف الدوري ساعتها في ايطاليا، والمافيا هددته فعلا ساعتها. طيب احنا داخلين على الاستوديو كان كاي هافرتز من بينتقل خلاص من تشيلسي لارسنال في صفقه. طيب عندي اليونايتد مستهدف اثنين، ايه الاقرب للتحقيق؟ اونانا
حارس مرمى الانتر، وكي هافرتس لاعب تشيلسي. لا كي هافرتس اوريدي خلاص في الارسنال رسمي 60 مليون هيعوض. لا سوري، ميسون ماونت. سوري ميسون ماونت من تشيلسي لمانشستر يونايتد. هو ميسون ماونت في ارسنال بالظبط. ميسون ماونت الكلام عليه بقى من فتره، يعني حتى من قبل نهايه الدوري اسمه ارتبط بمانشستر يونايتد حتى الان. اداره مانشستر يونايتد في انتظار اتمام صفقه العرض القطري لشراء النادي، والملاك الجدد لو تمت الصفقه هيبقى في طفره كبيره جدا على مستوى الصفقات، لكن حتى الان الاداره الحاليه مفيش هو في نادي صرف على صفقاته اكتر من مانشستر يونايتد. صح صحيح. مصطفى جوندوجان بارسا، سيتي بارسا، دي غريبه جدا، صفقه غريبه جدا، بس اعتقد ان هي تمت خلاص بنسبه 99%. تمت خلاص بكره غريبة. الاعلان الرسمي غالبا يعني، بس هو جوندوجان عنده الرغبه في بقى البديل بقى هياخده. هو كان الكلام كله طول الوقت على برناردو سيلفا. يعني البارسا طول الوقت بيتكلم على برناردو سيلفا، فالنهارده بنتكلم على ان جوندوجان كابتن السيتي في طريقه الى برشلونه. هو هيعوضه بكوفازيتش. كوفازيتش دي غريبه برضو يعني ستايل كوفازيتش غير جوندوجان خالص. يعني اعتقد ان هو برضو ما تفهمش جوارديولا بيفكر ازاي، بس جوارديولا ده تروح معاه في اي حاجه لان هو تفكيره دايما هو بيطلع صح. ريسك هيبقى هو هيحسب له لو نجح، وهيبقى هو المسؤول الاول عنه لو فشل. اخر سؤال، افضل نادي ابرم صفقات في الميركاتو حتى الان من وجهه نظرك؟ حتى الان ريال مدريد. ريال مدريد ريال مدريد طبعا. لا حتى الان، ما انا بقول حتى الان، ما يمكن حد يعلي علينا. مش هقول افضل نادي يعني، بس هو اكتر يعني نادي عمل صفقات، جاب احتياجاته. بالمناسبه خوسيليو كان احمد بيتكلم عن صفقه خوسيليو، هو ثالث هداف الليجا ب 16 هدف بعد ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، ولاعب دولي مع منتخب اسبانيا، توج من ايام بدوري الامم الاوروبيه. فهو لاعب انت جايب هدف موسم على الاقل يعني. واحتياجات انت بتتكلم المقياس النجاح او من حيث الاحتياجات طبعا. ريال مدريد سدد احتياجاته في اربع مراكز حتى الان في انتظار مبابي. انا بشوف ان انشيلوتي تقريبا بيهتم بنص الملعب. يعني انا واخد بالي ان انشيلوتي دايما الصفقات اللي بيجيبها. انت متفق انه ريال برضو ريال افضل نادي عمل صفقات لحد دلوقتي؟ لا ما بشوفش ان ريال، بس بشوف ان يعني ريال عشان مشى برضو لعيبه، يعني بنزيما اعتقد ان تعويض مش اتحاد جده. مش اتحاد جده، اتحاد جده والله. الشغف بقى الدوري السعودي. نورتوا الدنيا حبيبي. احنا بشكركم شكرا جزيلا، احمد مصطفى وبلال محسن محللي الكره العالميه. الحقيقه اللي بستمتع بيهم دايما في السادسه، وانا شخصيا الحقيقه بيبقى واحد من اللقاءات اللي بستناها على مدار الاسبوع. شكرا جزيلا ليكم. شكرا يا احمد. سيبكم تستمتعوا، انا عارف ان في وجبه، في حفله، ده احتفال بال 11. بس انت لازم تيجي معانا ان شاء الله. هو جاي معانا، مش هيعطلك عن ماتش البدل. لا نشكر الناس طبعا اللي تابعت حلقه النهارده، بشكركم جدا على المتابعه. اتمنى بكره ان شاء الله الفوز والتوفيق. مبروك الاعلان عن فرع الجديد الخامس اللي هيحمل اسم النادي الاهلي في مدينه العالمين. مبروك على كل الاهلاويه. بشكركم على المتابعه، ونتقابل في بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. تحياتي لكم.